طلعنا. مرحبا يا جماعه، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ اليوم جينا لكم بمراجعه وحده التكامل وتطبيقاته، اللي هي الوحده الرابعه والوحده الاولى في المستوى الرابع والوحده الرابعه ككل. شو رايك التليفون يحكي عني واطلع انا؟ يلا. طيب يا جماعه، اليوم بدنا نحل مسائل كثير، اغلبها في منها مقالي وفي منها ضع دائره، تمام؟ مش راح اعمل قراءه ذهنيه. ليش؟ لسبب، لانه التكامل وحده طويل كثير واحنا معناش الا ساعتين، فقلت انا احل مسائل اغطي اللي بدي اغطيه بالقراءه الذهنيه في المسائل احسن، بتكون انتم استفدتوا وانا استفدت وضمينا الوحده في هدول الساعتين، يعني خلصناهم وخلصنا افكارهم. شو رايكم؟ تمام، جاهزين؟ طبعا اليوم انا جايكم ببلوزه ابواب، هاي لوجو ابواب شايفينه، هاي لوجو ابواب وراه شايفينه. استاذ احمد خليل، نعم. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. في عندنا بدنا توضح لنا ايش المراجعه هاي، لاي تخصص هي؟ ادبي؟ هي علمي؟ هي بتنفع للصناعي؟ طيب يا جماعه، انا بدي اراجع وحده التكامل وتطبيقاته لطلاب العلمي 2003 فما دون، 2001 2002، تمام. الصناعي بيستفيد؟ اه طبعا بيستفيد، تمام. طبعا في ل 2004 2005 في جوائز، اليوم بدنا نربح بطاقات. بدنا نربح بطاقات. الله عليك يا ابو خليل. طيب تعالوا معي، خلينا نبلش بالسؤال الاول. كل واحد فيكم الان طلع دفتر وقلم، دفتر وقلم، وتحلوا معي، تمام. راح ابلش بسؤال ضع دائره ونشوف انا كيف، يعني كيف مستواكم بالتكامل. طبعا التكامل انتم بتعرفوا انه انتم هاي الفصل الثاني تكامل، يعني ما لكم مش فتره طويله ماخذين التكامل، فتره يعني فتره قصيره، يعني المعلومات طازه طازه، بدنا نشوف معلوماتكم الطازه. تعالوا. تعيدهاش ثاني مرة، خليني عاقل. استاذ ابو خليل، ممكن تعمل جدول انه كيف نفرق بين التكامل بالتعويض والكسور الاجزاء؟ عبد الله التميمي، ابشر. انا هسه بدي ابلش بالفصل الاول اللي هو التكامل غير المحدود والتكامل المحدود ومعكوس المشتقه والاقتران الاسي واللوغاريتم مشتقته وتكامله. لما نخلص اسئله هذا الموضوع، لما نروح نتجه على التعويض والاجزاء والكسور الجزئيه، راح افهمك اياها بكل بساطه، وانتوا لحالكم راح تصيروا تعرفوا تفرقوا بين الثلاث، تمام؟ يلا. طيب خلينا ننوه على شغله بس قبل ما تبلش. خلينا ننوه على شغله، الشباب بيسالوا انه البث محفوظ. شباب البث احنا محفوظ. البث محفوظ. شباب محفوظ محفوظ. احنا البث محفوظ، بس احنا بدنا يعني ننوه لكم لشغله. نعم. انه هو محفوظ لسبب انه انت بتقدر شغله ما فهمتها بتقدر ترجع لها. نعم بتقدر. تمام. حلو. بتقدر تقدر. الفكره انه انت تحضر اللايف، يعني انت بتقدر تسال مع الاستاذ، بيقدر يجاوبك. يس. راح يكون في تفاعل، اي شيء عم تساله راح يوصل للاستاذ، ما في سؤال ما راح يوصل للاستاذ، فهذا هو الهدف من اللايف. شكرا لك. مش انه محفوظ انه احنا نرجع له وما نحضر اللايف. ايوه هاي حلوه النقطه. مش تفكروه محفوظ انه خلاص لا بدناش نحضر، لا هسه يعني استغلوا وجودي لانه تفاعلي، تمام. بعدين ثاني شيء، شو رايك تيجي تشرح محلي تعطيهم فان؟ شو رايك؟ بصير. طيب يلا خلينا نبلش بالاسئله. يلا يا جماعه كيف حالكم؟ طبعا اعطوني رايكم بالبلوزه. لا بدي اعطيني رايكم بالطريقه الجديده، شو رايكم؟ طريقه خرافيه. السؤال الاول، جاهزين؟ جاهزين يا استاذ. بدي قيمه التكامل من 3 ل 5 2 س ناقص 4 على س تربيع ناقص 4 د س. الاجوبه اللي معي ابشروا. الف معي لو ها 7 ناقص لو ها 5، با الكل حل ما تصفنوش بالبلوزه واللوجو. طيب با لو، طبعا هاي ناقص بينهم، لو ها 7 ناقص لو ها 5 ايش؟ جيم لو ايش حكينا؟ لو 7 ناقص لو 5 ها، بس مضروبه باثنين هاي، ودال اللي هي
2 لو السبعة زائد لو الخمسة. ها طيب يا جماعة يلا بلشوا حلو. بتكون زي البلوزة؟ قولوا لي إذا بتكون نفس البلوزة من جبلكم زيها. يعني أنت بتعرفوا ال إيش بحكوها؟ غالي والطلب رخيص ولا رخيص وطلب غالي؟ قالوا رخيص وطلب غالي. غالي وطلب رخيص. يلا حلونا السؤال. مين أعطاكم جواب؟ بالله أول حدا بعطيكم جواب يحكوا لي. سؤال بسيط، سؤال بسيط وسهل. يلا يا جماعة في حدا أعطى جواب؟ في أحد أعطى جواب يا جماعة؟ الجواب هاي اثنين هاي. أيوة يلا احكي. عندليب جواب جيم. عندليب جيم، الله عليك يا عندليب. شكلك عبد الحليم. اسمع شكله بسمع لعبد الحليم حافظ. عندليب من عندي صح. روح طالع بيسان بتحكي لك بدي بلوزة، أنا بدي واحدة. بيسان اتواصلي معنا إلك بلوزة. هسا الكل بيصير بده بلوزة. إجابة جيم صح، الله عليك. هديل جيم. هديل كمان جيم؟ نعم. حلو. طب شو رأيكم نعرف كيف نحلها؟ لأنه في طلاب هسا على الباث مش عارفين كيف طلعت جيم صح؟ تعالوا يلا الحل. الله عليك يا خليليو. تعالوا نشوف تكامل من 3 لـ5. خذوا لي 2 عامل مشترك سين ناقص 2 على هاي فرق بين مربعين. الله عليكم. حلو. دال السين سين ناقص 2 مع سين ناقص 2 بتروح. يلا من 3 لـ5 2 على سين زائد 2 دال السين. إذا كان البسط مشتقة المقام الجواب لو المقام. طلعوا 2 اطردوها برا. شو مشتقة سين زائد 2؟ 1. إذا الجواب 2 لوج ها للمقام سين زائد 2 صح من 3 لـ5. طبعا تنسوش من 3 لـ5. ليش؟ مو تكامل محدود. كيف حالكم؟ يلا تعال نشوف الجواب. طلعوا 2 برا. شو بدنا فيها؟ طيب يلا نعوض الخمسة. 5 زائد 2 7 يعني لو 7. بعدين عوضوا 3 3 زائد 2 5 صح؟ آه طبعا ناقص هاي ناقص. طب معانا مع هاي يعني ليش هالبهدلة؟ كيف بس؟ معانا مع هاي وقصص. حلو عوضنا الخمسة 5 زائد 2 7 بعدين تعويض ناقص تعويض اللي تحت اللي هي 3 زائد 2 5 زائد طبعا فيش زائد جيم. ليش؟ لأنه تكامل محدود. إذا شو الجواب؟ جيم. هاي شايفين يا جماعتنا؟ هاي سؤال سهل. طيب تعالوا على السؤال بعد. أستاذ دقيقة، ذكريات الورد هذا أول سؤال بلشنا فيه، الآن بلشنا لسه ذكريات ما صار عندنا شيء. هسه بلشنا. تمام. في عندنا أستاذ سؤال عم بتكرر. أنا أدبي أحضر ولا أطلع أروح ألعب؟ أحضر يعني في جوائز. في جوائز صح من مون على المنصة. في جوائز نعم. يعني بجوز المون عليهم بالبلايز. كيف بس هلأ هم هو بيفيد هذا الحكي يعني؟ بيفيد. اللي بيلبس بلوزة بيصير يعرف يجاوب رياضيات. بيفيد. لا يعني بيفيدهم. سؤال هذا مستوى أدبي أنا شايفه. احنا قاعدين بنطلع بالرتم شوي شوي في الأسئلة. تعالوا نروح السؤال اللي بعده. جماعة الأدبي راح تنبسطوا على لايف اليوم. تمام؟ طب احنا ليش نمسح؟ نروح على السلايد اللي بعده. هذا داخل للصناعي؟ طبعا داخل. منذر ملكاوي. يا منذر. داخل والله. طيب السؤال الثاني. هدي اللي بتحكي لك بتقدر انك تختصرها كمان عشان اذا اجت ضع دائرة، يعني تقدر تختصر السؤال هذا اللي حليته قبل شوي؟ بقدر. يعني بصورة سريعة؟ بقدر يا هديل، بس لان انا قاعد بشرح لازم افصل. تمام؟ طيب السؤال الثاني شو بحكي؟ بقول لي اذا كانت قاف السين بتساوي قديش؟ لو ها السين تربيع. بدي قاف فتحة للاثنين. هاي على مشتقة اللو. على مشتقة ايش؟ اللو. شو الاجابات اللي معنا؟ خلينا نشوف انا وياكم. الف نص لو ها الاثنين. با اثنين لو ها الاثنين. جيم اللي هي لو ها الاثنين. ودال اللي هي 4 لو ها 2. هاي نص يا جماعة لا تفكروها ايش. هاي نص. يلا شوفونا مين اول واحد بحلها. يلا يا جماعة سؤال بسيط على مشتقة اللوغاريتم.
عبد العزيز جاوب ألف، عاصم جاوب جيم، الجوهر السردية، وعبد العزيز ألف وعاصم رجع جاوب. عاصم إيش جاوب؟ عاصم جاوب جيم. عاصم من عندي جاوب صح. صح جيم. ليش جاوبتوا ألف؟ واي جاوبتوا ألف ليش؟ واي. طيب خلينا نشوف نحلها، شو رأيكم؟ تعالوا نحلها. طبعا يا جماعة هاي مسألة، قال هاي مسألة، هدول مسائل على النمط الوزاري، يعني في منهم متوقع وفي منهم من منصة درسك، يعني ممكن تيجي هاي الأفكار في الوزارة، مش إحنا قاعدين بنحله يلا ونمشي، لا. طيب خلينا نشوف كيف نحلها، يلا الحل. الله عليك يا خليليو، بدنا نشتق هاي الاقتران صح؟ يلا اشتقوا. قاف فتحة للسين شو بيساوي؟ هذا قوس مرفوع لقوة، إذا أول إشي إيش؟ بنزل القوة، نزلوا الاثنين في القوس نفسه. جماعة صحيح قبل ما نهض، منشنوا مالكم، مالكم صفنين في الحل، منشنوا راح أقول لكم شو الحل، منشنوا جمعتكم وشير الله. يلا اثنين بنزل، آه يا أستاذ بنزل اثنين، نزلنا الاثنين في القوس نفسه، ابشروا هاي القوس نفسه. ضرب شو ضرب؟ ضرب مشتقة ما داخل القوس. شو مشتقة اللوغاريتم؟ مشتقة ما داخله على نفسه. شو مشتقة سين؟ واحد على نفسه سين، صح؟ صح. إذا شو بيصير عندي الجواب؟ اثنين في واحد، طبعا اثنين، طبعا هون اثنين بضربها في الواحد، اثنين ضرب واحد اثنين على سين، صح؟ في لو ها السين. ها ايش؟ ها يا أستاذ قف فتحة للسين، بس أنا ما بدي قف فتحة للسين يا أخوي، بدي ايش؟ بدي قف فتحة لمين؟ للاثنين. يلا خلينا نعوض الاثنين، قف فتحة للاثنين شو بيساوي؟ اثنين على اثنين لو ها اثنين، صح؟ صح. اثنين مع اثنين واحد، شو بصفي؟ لو ها الاثنين، وهذا هو الجواب الصحيح. والله عليك يا مصعب. مصعب اللي جواب؟ مصعب ولا انا مضيع؟ مصعب صح؟ عبد العزيز. عبد العزيز اول واحد جواب الف عبد العزيز، مش الف يا زلمه جواب جيم. عاصم. عاصم هذا فاتح الصين طلع. طيب علاء بحكي لك اكتب لنا اسئله متوقعه. يا جماعة هاي أسئلة متوقعة والله، أحلفكم على المصحف. يلا يا جماعة حلو الحل صح؟ الكل فاهم؟ خذوا سكرين شوت اللي بده. طيب خلينا ننتقل على السؤال الثالث. يلا ما شاء الله يعني أموركم تمام. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده تك. أوه طلعوا التكنولوجيا، كيف ستزر تنتقل خلاص تروح الصفحة تكنولوجيا. تعال روح السؤال الثالث. يلا السؤال الثالث شو بقول؟ والله السؤال الثالث شكله فيه شغل، تعالوا نشوف الشغل تبعه. يلا جاهزين؟ يلا السؤال الثالث يا طلابنا شو بقول؟ إذا سؤال ثلاث، إذا كان الله يستر من إذا كان، هاي بنشوف فيه وراها تكامل من سالب واحد لثلاث، ميم السين ناقص ها السين، حلو، ميم ناقص ها بيساوي ثمانية، ممتاز. طبعا مع العلم انه ميم سين وها السين معكوسين لمشتقة قاف، طبعا مشتقة قاف، قاف متصل عشان ما حدا يقول لي استاذ متصل. طيب شو طالب؟ هون المطلوب، اوجد او اوجدي، ركزوا انا هاي ايش؟ هذا معطى، ركزوا. المطلوب بدي تكامل من سالب واحد لثلاث سين في ميم السين ناقص، طبعا ميم السين ناقص ها السين تربيع دال السين، هذا المطلوب. شو معنى خيارات؟ تعال نشوفه. الف اثنين، باء اربعة، جيم ثمانية، ودال 16. يلا مين بده يجاوب هذا السؤال؟ بتفكروا انتوا بدنا نظن على الريتم الخفيف؟ لا بدناش نظن على الريتم الخفيف، دير بالكم ميم وسين معكوسين ومشتقة ايش؟ قاف. قايل لك انا شو بدي؟ بدي تكامل من سالب واحد لثلاث سين، افتحوا قوس، ميم سين ناقص ها سين الكل تربيع، واحد من هذول الجواب الصح. مين حدا جاوب؟ يلا قولوا لنا. يلا يا جماعة أول واحد اللي هي رغد محيسنة جاوبت باء،
محسنة جاوبت باء. رغد محسن يعني، بس احنا بنحكي لها محسنة. محسنة من عندي. جوابي غلط. يلا مين قال انا؟ بيسان جاوبت باء. باء اربعة. منذر ملكاوي 16. منذر كتيبة خلص راح. باء منذر خلص. منذر. منذر 16 من عندي. جواب صح. ربيع باء بعدين عدلها دال. اه ما هو قال شو شافني قلت 16 راح عدلها بالعقل. ايش احنا طوابق العب. يلا شوف كيف حلينا. طيب يا جماعه هسه انا حاكي انه ميم سين وها سين شو مالهم؟ معكوسين للمشتقه. انتوا بتعرفوا لما يكون معكوسين للمشتقه في درس معكوس المشتقه انا حكيته على المنصه انه الفرق بينهم بيكون ثابت. تعرفوها فرق بين معكوسين بين اقترانين معكوسين للمشتقه شو بيساوي؟ ثابت. الفرق اكتبوها معلومه عندكم ما تصفرون فيه. الفرق بين اقترانين معكوسين للمشتقة بدناش استاذ عربي هسه يدق فينا مشتقة هيك المشتقة شو يساوي؟ بيساوي ثابت صح؟ هاي المعلومة اغلبكم بيعرفها. ممتاز خلينا نستغلها يا اخوان. بدنا نستغلها. ميم ناقصها ميم ميم نون. تعال نشوف. يلا ميم سين ناقص ها سين هذا معكوس ناقص مع معكوس بيساوي ثابت صح؟ بس انا بدي افرض الثابت. افرضوه في ميم فيها اعطوني حرف الف. يعني ميم السين ناقص ها السين افرضوه الف صح؟ صح. يعني شيلوا الفرض حطوا الف. منجيب الف منحطها هون منحل السؤال. واضحه واضحه يا اخوي. يلا ارجع للسؤال على المعطى جيبوا لي اياه. من سالب واحد لثلاث الفرق بين معكوسين شو بيساوي؟ ثابت. انا شو فرضته؟ الف. الله عليكم. بيساوي ثمانية. هذا انا فرضته الف بيساوي ثمانية صح؟ صح. طيب بدنا نجيب ايش؟ بدنا نجيب الف. ممتاز. هاي الف ثلاث ناقص ناقص واحد اربعة بيساوي ثمانية على اربعة على اربعة الف بتساوي اثنين صح؟ استاذ شو عملت هون؟ تكامل ثابت. تكامل محدود لثابت بطرحهم في الف. واضحة. طيب الف اثنين. هسا بروح على المطلوب. تعالوا خلينا نجيب المطلوب. شو بقول لي؟ تكامل من سالب واحد لثلاث سين هاي سين ميم ناقصها شو فرضتها؟ الف. طب الف انا شو جبت قيمته؟ اثنين. يعني بدل هاد شو بحط؟ اثنين. حلو. هاي اثنين وفي تربيع هاي تربيع دال السين. اذا زي كانه بقول لي اثنين تربيع اربعة زي كانه بقول لي تكامل من سالب واحد لثلاث اربعة سين دال السين صح؟ صح. اذا بشر التكامل واضحة. شو تكاملها هاي؟ تعالوا مع بعض. اربعة سين يعني اربعة سين اس اثنين على اثنين من سالب واحد لثلاث. اربعة اثنين فيها اثنين يعني صفت اثنين سين تربيع من سالب واحد لثلاث صح؟ صح. كملوها يلا. الحد العلوي 3 تربيع 9 في 2 18 ناقص الحد السفلي سالب 1 تربيع 1 في 2 2 18 ناقص 2 16 يا اخوي. مين اللي كانوا يقولوا لي 4 و 8؟ اسمع. طيب الجواب 16. شايفينه هاي؟ طيب في عندنا رغد تحكي لك يمكن نسيت اربع. عادي تمام. لا نسيت تربع؟ يمكن نسيت تربع. عادي شو نسيت تربع؟ انسى اجمعي طرح. انسي انسي يعني ملهاش لازمة لا التربية ولا الجمع ولا... ليش احنا مدرسة رياضية؟ ملهاش لازمة. قال نسى تتربع. اما محمد الزعبي بتسأل ادبي ولا علمي؟ والله محمد الزعبي هذا رياضيات علمي. رياضيات علمي وبزبط للادبي. لا بزبطش للادبي قلنا بزبط في افكار خليه للادبي الخفيفة للادبي بس للصناعة والعلمي. قتادة. قتادة. انا حكيت كتيبة ولكن هو قتادة. مش عارف تقرا الاسم. اسفين يعني. يا قتادة مش عارف يقرا الاسم. رواند يسعدك ربي استاذ احمد عقد ما بتساعدنا. الله الله منور بشعر ابواب. الله الله كيف بس كيف. طيب يا جماعه خلينا نروح على السؤال اللي بعده. السؤال الرابع.
ايش تضحك انت وياه؟ طيب السؤال الرابع. اهلا وسهلا ام محمد. الله على راسي. طيب يلا السؤال الرابع جاهزين؟ يلا. سؤال أربعة، شو بيحكي لي السؤال الرابع؟ إذا كانت صاد بتساوي سين تكعيب في لو ها السين، حلو، بدي دال الصاد على دال السين، شو الأجوبة اللي معي يا جماعة؟ ألف ثلاث سين تربيع زائد واحد على سين، ب سين تربيع في لو ها السين زائد واحد، جيم سين تربيع في ثلاث لو ها السين زائد واحد، ودال اللي هي ثلاث سين تربيع لو ها السين. يلا يا جماعة يلا بدنا نشوف مين أول واحد بحل. يلا يا جماعة تصفروش في البلوزة واللوغو، يا الله أحرجتونا يا جماعة. يلا هاي على المشتقة، بس عندنا مشتقة اللوغاريتم، حلو؟ وتنسوش عندنا اقتران في اقتران يعني مشتق الضرب، حلو؟ بشتق وببسط فبطلع واحدة من الحلول هاي. سؤال بسيط وبعرف انه بسيط. يلا يا جماعة شو الجواب؟ مين أعطاكم جواب؟ مين قال أنا؟ موسى جواب جيم. الله عليك. ويارا جواب جيم. حلو. هديل حل لنا أسئلة ضع دائرة 2018 صعبات يا أستاذ. ابشري حطتهم اصلا معي، تخليكي معي لاخر اللايف راح يطلع كل شيء معي. الجوهر السردية استاذ، شو القصة اليوم؟ مروق زيادة، يسعدك ربي. كيف بس؟ عشان اللوجو البلوز. معتز بحكي لك استاذ وين التيشيرتات اللي بدك توزعها علينا بشهر؟ خلاص معتز ابعث لي. طيب خلينا نحل يلا عشان نقول لكم كيف طلع الجيم، صح؟ تعالوا بدنا نشتق، صح؟ شو مشتق صاد؟ دال الصاد على دال السين بيساوي هاي ايش؟ مشتق الضرب الاول في مشتقة الثاني لو السين، شو مشتقتها؟ واحد على سين، زائد الثاني لو السين في مشتقة الاول ثلاث سين تربيع. واضحة واضحة. طيب يلا خلينا نختصر، يعني ايش هسه هون ايش ببين حالي اني انا فنان بالاختصار. طيب سين تكعيب مع سين، سين تربيع زائد 3 سين تربيع لو سين، صح؟ طبعا انا جبتها هاي قبلها بس ما عملتش ما صنعت طياره، هاي حطيتها قبلها. حلو. طب استاذ هاي ما ولا واحد بتشبه، عادي اسحبوا السين تربيع عامل مشترك. يلا ها سين تربيع اسحبوها عامل مشترك يا جماعة، مالنا؟ سين تربيع سين تربيع واحد زائد ثلاثة سين تربيع سين تربيع سين تربيع بدها تروح، شو بصفي؟ ثلاث لو ها السين، هاي وينها؟ جيم. واضحة. اسمعوا رياضيات زي المعجونة، بتبسطوها تتبسط، بتصعبوها تدخلوا بالحيط. واضح. طيب سؤال بسيط وسهل، صح يا جماعة؟ بالله عليكم ما هو سهل؟ أنا بعلي وبوطي، بعلي وبوطي، قال بعلي، بوطي وبعلي. انسى، الواحد خربط في ديه. يلا. السؤال اللي بعده. جاهزين؟ مليون؟ يلا، روح على السؤال اللي بعده. بسم الله. السؤال اللي بعده شو بقول؟ بقول لي السؤال اللي بعده يا أستاذ، اللي هو سؤال خمسة. تخيلوا احنا صرنا حالين خمس اسئله، اربعه وهسه الخامس، يعني اعملوا حالكم مستنيين، يلا مش مشكله. تكامل اثنين هاء على هاء السين زائد اثنين ناقص هاء السين زائد واحد دال السين، هاي زائد. حلو. عبد الله بيحكي لك استاذ ساعتك عجبتني. ساعتي؟ نعم ساعتي. معتز اخذوا كل شيء لابسه الاستاذ. خلاص. علي ابو طافش بيحكي لك اذا المعجون خربان شو الحل؟ المعجون خربان الحل انه راح نجيب شوال بطاطا. طيب بدنا نحط لكم الخيارات، يلا بلشوا حلوها، بلشوا هسه بحط لكم الخيارات. هي خلتوني اشلح الساعه يا زلمه، الله يسامحكم. وين الخيارات؟ يلا هيهن. واحد على هاء السين
زائد جيم. ب اثنين على هاء السين ناقص واحد. لا على هاء. بعدين شيلوا هاي سين. تكنولوجيا بتمسح وتشيل وتقيم وتحط. وين راح القلم؟ بلشنا نخربط. طيب في هاء السين. جيم شو هاي؟ ناقص واحد على هاء السين زائد جيم. ودال اللي هي ناقص اثنين على هاء ناقص واحد في هاء السين زائد جيم. يلا هي مسألة بدها شغل بس بسيطة عقد اليد. هدي اللي بتحكي لك أستاذ خف علينا أسئلتك صعبة من شان الله. يا أستاذ بدنا أسئلة قدرات مش هيك يا أستاذ. هاي صعبة هاي هديل. رغد ردت عليها بتحكي لها هديل لا تشد على حيلك. صعبة. آخ يا قلبي. آخ هاي لسه المسائل لسه احنا قاعدين منحمي. هذا كيف لو تشوف اللي جاي. طيب بس لا المسائل مستواها عادي بسيط. يلا اشتغلونا فيه. يلا يا جماعة سؤال بسيط. راح أبلش بالحل عشان بدنا نأخذ. طيب عبد الله التميمي جاوب باء، موسى جاوب دال. موسى. يارا اثنين سين كأنه. يارا اثنين سين لا. وين يا اثنين سين أصلا؟ إذا ما قرأ الجواب صح إذا ما لنا إذا. اثنين سين كأنه. بيسان ايه. جيم. مين قال لك الجواب دال؟ رغد تحكي لك بسيط ولا سبونج بوب؟ أقولها سبونج بوب. سبونج بوب. هاي كانوا يقولوا لنا اياها في 2006. علي ابو طافش الجواب دال. علي ابو طافش بس قبله في واحد جاب جواب دال. جواب دال صح. موسى. موسى طه وابو طافش الجواب دال صح. طيب خلينا نشوف كيف نحل الجواب دال صح. الكل حاب يعرف شو كيف الجواب. تعالوا هسه هاي بدنا نفكفكها. هذول بدنا يتفكفكوا. يعني لما يكون عندي هاء السين زائد اثنين هي بالأصل هاء السين في هاء اثنين صح؟ صح. ولما يكون عندي هاء السين زائد واحد بدنا نفصلها بتصير هاء السين في هاء أس واحد. ليش؟ عند الضرب تجمع الأسس. احنا عكسنا العملية صح؟ صح. ارجعوا لي على المسألة. يلا اثنين هاء على بدل هاء السين زائد اثنين شو بدي أحطها؟ هاء السين في هاء أس اثنين ناقص بدل هاء السين زائد واحد شو بدي أحط؟ هاء السين في هاء أس واحد دال السين. الله عليك الله عليك يا خليلي. اسحبوا لي من هون هاء عامل مشترك عشان تروح مع الهاء البسط. حلو. إذا بصير عندنا اثنين هاء اسحبوا هون هاء عامل مشترك راح يصفي هاء السين. طبعا هاء تربيع لما تسحب منها هاء بضل هاء ناقص هاء راح تروح مع هاء بصفي هاء السين صح؟ صح. ها معها بتروح واضحة. شو صفت المسألة؟ تكامل اثنين على ها اسحبوا لي كمان ها السين عامل مشترك بصفي ها ناقص واحد دال السين صح يا جماعة. شو عملت هون يا أستاذ؟ شلت ها معها صفت هاي. هسا في عندي هون ها السين وهون ها السين سحبتها عامل مشترك صفت ها ناقص واحد هيها عملت ايش شيء. طب استاذ هون المشكله كيف بدنا نحل يا جماعه؟ مالكم هاض هاض. طب قول لي اعطيني الفاين. هاض مش ثابت. ثابت هاض بقدر اطلع برا التكامل. شو بتصير المساله؟ ها ايوه نف. يلا على الهواء مباشره. يلا طلعوا هذا برا اثنين على ها ناقص واحد تكامل. هذا طلعته برا الثابت بصفي واحد على ها السين صح؟ ايوه هذا تحت اثنين هذا كله ثابت طلعته برا. كيف يصير ثابت؟ مو هاي ها مش ها السين ها ثابت ها ناقص واحد ثابت اثنين عليهم كله هذا المقدار ثابت. طلعوا هاي للبسط. شو راح يصفي؟ راح يصفي اثنين ها ناقص واحد في تكامل هاء سالب سين. خلاص حلت واضحة. اثنين على هاء ناقص واحد شو تكامل هاء السين؟ هاء ناقص سين على ناقص واحد
زائد جيم. ليش بحطها زائد جيم؟ تكامل غير محدود، واضحة. خلينا نظبطه يلا. انتكتكو يعني بالعقل. سالب بصير عنا اثنين. طبعا بتقدر ان هذا نقدر ايش؟ ننزله تحت والسالب يروح للاثنين، هي سالب اثنين. حلو، هذا نزل تحت صارت هاء والسين، وبنحط هاء ناقص واحد صح؟ زائد جيم. شو عملت يا استاذ؟ ركزوا شو علي، ركزوا، لدوا علي جاي. هاء السالب سين نزلناها تحت صارت هاء السين. السالب واحد طلعنا عند اثنين صار سالب اثنين، وها ناقص واحد نزلناها هيها. فهاي الجواب هاي دال. واضحة؟ صعب؟ بالله عليكم صعب؟ والله مسخرة. بس هو بده شغل. يعني بدك تعرف هاي الفكرة، هاي فكرة، كل المسائل فكرة، بدك تعرف الفكرة. هسه بنط واحد بتقول لك استاذ ما هي كل المسائل مربط هذا راس الخيط، هذا راس الخيط. طيب يا جماعة خلنا ناخذ سؤال ثاني. هذا السؤال الخامس صح؟ يلا السؤال السادس. اهلا وسهلا يا انس. انس نعتذر عن التأخير، كنت بحل بامتحاني. ان شاء الله انك عملت منيح بامتحانك يا انس. انو انس؟ معنا على اللايف، بس بعتذر منك انه هو اجي متأخر. ليش تعتذر؟ انا مش قابل اعتذارك. رجعني. معتز الهبد مش منيح لانه الوزارة ما عندها عادي، بحطوا لك اكس بالعريض. مين هاد؟ هبد في شو؟ هبد بايش؟ فهمني. طيب ما هو يزنى بتحكي له عادي اهبد انا. يزنى؟ تبارك قصدك. تبارك مالها تبارك؟ سؤال ستة. انسى الموضوع استاذ، خلاص انسى، اعمل حالي مش سامع. سين جت السين على جيب تكعيب السين دال السين. هذا السؤال يلا بلشوا فيه، تصفنوش عادي، السؤال سهل. الاجابات الف نص في سين ضت السين تربيع زائد ضت السين زائد سين زائد جيم. ب عن اخته الجواب قد البلد قد الكوكب. سالب نص سين ضت السين تربيع زائد ضت السين زائد سين زائد جيم. جيم نص سين ضت السين تربيع زائد ضت السين زائد سين زائد جيم. ودال، مش لأن حكيت دال بصوت عالي هسه تفكروا هالإجابة الصح، أو ناقص نص، ناقص نص هاي يا جماعة. حلو، سين ضت تربيع السين زائد ضت السين زائد جيم. يلا يلا يا جماعة، مين جاوب عندكم؟ أول واحد جاوب باء أنس. الله عليك يا أنس. وربيع بن ياسين جاوب باء. حلو يا ربيع وأنس. قتادة عليهم. قتادة بيحكي لك كثير سهل، أويلي من كثر ما هو سهل مش عارف أحله. قال من كثر ما هو سهل مش عارف من وين أبلش. لا سهل بسيط فراطة. تبارك تحكي لك هذا أجزاء. ايش اجزاء؟ لا تبارك، انت وين فتحتي؟ خليكي معنا في الاردن. طيب يلا نحل. هو اجزاء بس بمزح معك. يلا السؤال بحكي لي هسه هون عندنا جتا، باخذ منها جيب، بصير عندي تكامل سين جتا على جيب ضتا صح، وبظل عندي جيب تربيع تحت صح. جيب تربيع شو مقلوبها؟ قتا تربيع السين. هاي اول اشي بجهز السؤال، بجهزه كيف يعني؟ جتا هسه جيب تكعيب، هاي شو اصلها؟ هاي جيب تكعيب، استنى خلنا نحط لون ثاني مثلا اخضر. هاي شو اصلها؟ جيب في جيب تربيع. حلو، انا اخذت جتا على جيب ضتا، شو صار؟ ظل ظل بجيب تربيع تحت اللي هي نفسها قطة تربيع لأنه طلعتها فوق. واضحة؟ واضحة. حلو، صارت المسألة بهاي الصورة. مدام في سين هون وهون ضطقة تربيع، إذن واضحة إنها إيش؟ أجزاء.
ليش؟ لأنه فيش علاقة بين كثير حدود ودائري. فيش علاقة، والله العظيم ما في علاقة. إذا شو بعمل؟ بروح بحل أجزاء، بحكي قاف شو بتساوي؟ سين. دال القاف مشتقتها واحد، الله عليكم خرافيين. دال الهاء اللي هو هذا كله، ضتا سين قتا تربيع سين هاء. هون وقف الطالب، شو تكاملها هاي؟ هذا بدك تاخذها على جنب وبدك تكملها هيك مسألة لحال. مسألة لحال. ها تعالوا بلون جديد، يلا اعطونا لون خفيف هيك لطيف، خلنا ناخذ هذا. ترى استاذ انس وبيسان لقطوك انه باء وجيم نفس الشيء. باء وجيم لا، هاي فيها سالب، هاي ما فيها سالب. مالكم؟ طيب خذوا لي هاي تكامل، ضتا سين قتا تربيع السين دال السين. مين مشتق الثاني؟ مشتق استاذ القطا ضتا قتا تربيع. اذا بفرض صاد ضتا السين، صح؟ شو مشتق الصاد؟ دال الصاد. طبعا هي دال الصاد على دال السين، بس بدنا نحط دال السين هناك. الضتا شو مشتقتها؟ سالب قتا تربيع دال السين. انا بدي اجعلها بدال السين، دال السين بساوي دال الصاد على سالب قتا تربيع السين. هاي باخذها وهاي باخذها، برجع على المسألة. شو بتصير عندي؟ تكامل، بدل الضتا شو بدي احط؟ صاد قتا تربيع السين، بدل دال السين شو بدي احط؟ دال الصاد على سالب قتا تربيع. قتا تربيع مع قتا تربيع بتروح، اذا بصير عندي تكامل سالب صاد دال الصاد. صلى على النبي. تمام. ايش الاولى والثالثه؟ الاولى والثالثه نفس الاشي يا استاذ، الف وجيم نفس الشيء. بس هنا عشان احنا ايش هاي شلو؟ عندنا ابراهيم بحكي لك استاذ بدنا شاورما وفلافل. شاورما وفلافل مره واحده بده يجوعني هذا شكله. طيب خلينا نرجع. تمام، هون تكامل ايش؟ سالب صاد. شو تكاملها هاي؟ يلا هو احنا هاي بدنا كذا تكاملها، اللي هي سالب صاد تربيع على 2، صح؟ هيها برجع قيمه الصاد. شو قيمه الصاد؟ 2. اذا سالب بدل صاد اللي هي ضتا سين تربيع على 2. اذا هي الجواب، برجع. اذا بحط بدل تكامل ضتا قتا تربيع شو بحط؟ سالب ضتا تربيع السين على 2، صح؟ صح. الان هاد في هاد ناقص تكامل هاد في هاد، صح؟ يلا خلينا نرجع للاصفر لا يزعل منا. يلا نرجع المساله، هسه نرجع اجزاء. هون خلصت انا ايش؟ خلصت تعويض. يلا سين في سالب ضتا تربيع 2، اذا سالب سين على 2 ضتا تربيع سين. حلو، ناقص تكامل هاد في واحد، بطلع السالب هون بصير موجب، والنص بطلعه برا. حلو، بصفي ضتا تربيع السين دال السين. اذا صفت المساله، سالب سين على 2 ضتا تربيع السين زائد نص، صح؟ بس الضتا تربيع ما بتتكامل، بحط متطابقتها بستبدلها. شو الاستبدال تبع الضتا تربيع؟ اللي هي قتا تربيع ناقص 1 دال السين. اذا بصير عندنا الاجابه سالب سين على 2 ضتا تربيع السين زائد نص في تكامل القتا تربيع. شو تكامل القتا تربيع؟ ضتا ولا سالب ضتا؟ سالب ضتا وناقص 1 ناقص سين، واخر ايش بحط جيم، صح؟ خلينا نظبطها زي ما بده. هون اسحبوا النص عامل مشترك واسحبوا السالب، اذا سالب نص سحبتها، بصفي هون عندنا سين ضتا تربيع السين، وهون في سالب برا بدك تسحبه، بصفي كمان والنص كمان نسحبه، زائد ضتا السين، وبالسالب هذا نسحبه بصفي ايش؟ زائد سين زائد جيم. هيها با، هي مسألة فيها شوفوا أجزاء وتعويض. وين الأجزاء؟ بين سين وضتا قتا تربيع، هذا دال الهاء وهذا قاف، صح؟ هاي أول شيء. بس هذا عشان أقدر أكامله بدي أكامله تعويض. شو بدي أكامله؟ تعويض. كاملنا طلعنا جوابه،
حطيناه هون، هذا في هذا ناقص تكامل هذا في هذا، وبسطنا المسألة بكل بساطة. المسألة فيها شغل ولا شو؟ أكيد بدي يجيكوا تعويض وأجزاء وكسور جزئية، بس واضح أنا كيف أستاذ حددت، كيف عرفت؟ مبينة السين مع الاقتران الدائري، اقترانين ما إلهم علاقة ببعض، شو بستخدم؟ أجزاء واضحة. لما استخدمت أجزاء طلع هون عندي تعويض جوا الأجزاء، وليش لا؟ طيب خلينا نروح على المسألة اللي بعدها، لأنه هذا سؤال رتم عالي، بدنا هسا إيش نخفف الرتم. علي أبو طافش بيحكي لك متى القطوع؟ متى القطوع؟ بكرة. هسا بنصدم. ممتاز يا بيسان، جاوبته بكرة. إيش؟ مالها؟ بيسان جاوبته على الأغلب بكرة. شو على الأغلب بكرة؟ سلامتك. طب خلينا نقول السؤال. سؤال 7. تمام؟ شو بيحكي لي؟ إذا كان، ركزوا معي، تكامل من 1 لـ3، 2 ق س ناقص 1، طبعا دال السين بيساوي 6. يا ويلي بعد إذا كان. طيب خلينا نشوف. وكان تكامل من 3 لـ7 قاف السين دال السين بيساوي سالب 8. معي؟ معك. حلو. شو طالب؟ قال لك أوجد أو أوجدي. عند كلمة أوجد بوقف. هون هسا هون المطلوب. بدي تكامل من 1 لـ7 قاف السين ناقص 2 س دال السين. يلا شو الخيارات؟ ألف سالب 44، ب سالب 52، جيم 44، ودال 52. يعني بتعرفوا شغلة بتفرق معكم بسالب كمان، يعني الأجوبة كثير متقاربة، يعني ما أعطيكم سالب 44 وفي 44، سالب 52 وفي 52. فبدي اكون ايش؟ صاحي في السؤال. استاذ بدنا وقت عشان نحل الاسئله. طب معلش الكل بيطلبوا بوقت عشان يحلوا الاسئله. طب يلا خذ، خليني اقرا شويه كومنتات عبال ما تاخذوا شويه وقت. يلا خذ جوهر السرديه. شكله اللي بقرا التعليقات ما له خلق للحكي. ليش؟ الله يسامحك يا جوهر السرديه. محمد احمد الله يوفقك. شكلي بدي اطلع برضه. خليني احكي يا استاذ. يلا روح. محمد احمد الله يوفقك استاذ، شكرا لاحلى منصه ابواب. والله على راسي قصده. يارا استاذ فرجيني قاف ضرب دال هاء. يارا راح احله، عرفت السؤال. يلا بس يعني مش هسه، السؤال جاي. عرفته. يلا كمل. سير احكي يا زلمه بس. أوكي. يعني احنا بنجاوب. علي ابو طافش استاذ كيف طريقه حساب معدل الرياضيات؟ طريقه حساب معدل الرياضيات قتادة رد عليه على التكميلي. هم بيجاوبوا بعض وبردوا على بعض، مش انا بقرا بس الكومنتات، يعني مش ضروري انت تجاوب. عادي هم ممكن يجاوبوا. طب ماشي. انا بعطيكم وقت قاعد عشان تحله، مش عشان هو يقرا. يعني هو وجوده وعدم وجوده نص مش واحد. يلا سؤال منصة ذكرته رغد محيسن. علي ابو طافش كرر سؤاله، معناته انت لازم تجاوبه. كيف طريقة حساب معدل الرياضيات؟ طريقة حساب معدل الرياضيات مش طليقة، طريقة. طريقة مش طليقة. مش طليقة. فكرتها طليقة. هسا عبال ما انت تجاوبوا ان اول وحدة جاوبت تبارك سالب 52، والحسنات بعديها جاوب سالب 52، واللي قبل الحسنات ربيع بني ياسين جاوب الف. لا وين؟ سالب 52. جاوب لي علي ابو طافش بسرعة. شو جاوب علي ابو طافش؟ استاذ علي ابو طافش. طريقة حساب المعدل. كيف طريقة حساب المعدل؟ شو قصده؟ هسا في عندنا جلستين، جلسة 13-7 و15-7، المجموع من 400 بتقسمه على 2، ولا بدك الأوزان؟ الأوزان نزلت وحتى منزلها على الجروبة. إذا بدك أوزان تضع دائرة، تنسوش في عندنا 35 ضع دائرة في الامتحان والباقي مقالي. تعال نشوف السؤال كيف بنحل. نعم يا رغد، أنت أول واحدة جاوبتي. قبل ما يطلع مدير الامتحانات حماد أعتقد اسمه، قبل ما يطلع كان 30 دائرة، بس قبل 4 أيام طلع على قناة المملكة أعتقد. قاعدين نشر في قناة المملكة. حكى إنه 35 دائرة والباقي مقالي. طيب خلينا نحل السؤال. السؤال تعرفوا خاصية الإضافة؟
أكيد يعني هاي عندكم علي. شو بدنا أحسن من هيك؟ هسا شو في عنا؟ في عنا الواحد وفي عنا السبعة وفي عنا الثلاث. هايهم واحد وثلاث وسبعة. هسا عشان أروح من واحد لسبعة طريق فش قدامي إشي، بس الطريق الثاني بقول لك لا، بدك تمر في الثلاث بعدين تمر في السبعة. حلو حلو. يعني من واحد لسبعة بيساوي من واحد لثلاث زائد من ثلاث لسبعة، صح؟ من واحد لسبعة بيساوي من واحد لثلاث زائد من ثلاث لسبعة. هايهم عشان شو الطالب؟ من واحد لسبعة. وين من واحد لسبعة؟ هايها اللي بدي إياها، صح؟ صح. إذا شو بدي؟ دقيقة. من واحد لثلاث وثلاث لسبعة. برجع السؤال، أنت حطيت قلت لهم صح الجواب على اثنين سالب 52، أنت حطيت إكس على 52، يعني أنت جاوبت غلط. آه صح. شكرا يا حسنات، شكرا يا معتز. بس انا قلت لهم سالب 52 صح، بس انت علمت عليه يعني يا زلمه. انت لخمتني يا زلمه، لخمت المساله. طيب دال 52 انا قلت لكم هو سالب 52 بس انا شكلي فهمت هسه. حلو، لخمتني يا زلمه، بطلت اعرف من اللي جاء. طيب خلينا نرجع السؤال. إذا زي ما قلت لكم بدي من واحد لسبعة المطلوب، صح؟ هاي من واحد لسبعة، شو بساوي؟ من واحد لثلاث زائد من ثلاثة لسبعة. بروح هسا على إيش؟ على أول معلومة من واحد لثلاث. وين واحد لثلاث؟ هيها تعالي 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 تعالي، خلينا نحطها هون. من واحد لثلاث اثنين طلعوا لي إياها برا، قاف السين ناقص الواحد من واحد لثلاث الواحد دال السين بيساوي ستة، واضحة. هاي ثلاث ناقص واحد اثنين، في واحد اثنين اثنين، طبعا هنا ناقص من واحد لثلاث قاف السين ناقص اثنين بيساوي ستة، صح؟ زائد اثنين زائد اثنين بتروح اثنين من واحد لثلاث قاف السين شو بيساوي؟ ثمانية عاثنين عاثنين. اذا من واحد لثلاث قاف السين دال السين شو بتساوي؟ اربعة. يعني مش جاهزة، جهزتها، الكل بيعرف يعملها. اذا من واحد لثلاث جهزت، منروح منشوف من ثلاثة لسبعة وينها؟ هيها وجاهزة. يما مسكاه لما تكون جاهزة. خلاص بدي أعوض. من واحد لسبعة شو بيساوي؟ من واحد لثلاث وينها؟ من واحد لثلاث أربعة، زائد من ثلاث لسبعة وينها؟ هيها بيساوي سالب ثمانية. حلو، أربعة ناقص ثمانية ناقص أربعة، جواب مين؟ من واحد لسبعة، صح؟ الآن بروح بشوف المطلوب، هل المطلوب بس بده من واحد لسبعة ولا في إشي كمان؟ خلينا نشوف. في إشي، في ناقص اثنين سين. إذا بمسكوا لي إياها وجيبوا لي إياها هون. إذا تكامل من واحد لسبعة قاف السين دال السين ناقص إيش؟ اثنين سين. يعني بدي أكامل من واحد لسبعة اثنين سين دال السين، صح؟ هاي أنا جبت هاي سالب أربعة، واضح. ناقص شو تكامل 2 سين؟ سين تربيع من 1 ل 7، صح؟ صح. يلا سالب 4، ليش راحت المساواة؟ مالها؟ تشنصت. يلا 9 تربيع، قال 9 تربيع 7 تربيع 49 ناقص 1 تربيع 1. حلو، ناقص 4 ناقص 49 ناقص 1 48، ناقص 4 ناقص 48 ناقص 52، واضحة واضحة. هاي طلعت، صح؟ بالله عليكم هو صح؟ طيب سؤال جميل، في شغل على خاصية الإضافة، والحلو إنه لما رجعت على المعلومات هون في شغل، هون في تجهيز، هون إيش؟ في تجهيز هون، هاي جاهزة. بعدين جملة من واحد لسبعة لقاف السين، في شغل هون، فعشان هيك اشتغلتها وطلعت الجواب، واضح. طيب خلينا نشوف كمان سؤال. يلا. رغد محيسن بتحكي مش عارفة كيف راح يكفي وقت ال 35 دائرة ومقالي، إذا بدنا نحسب على الدائرة دقيقتين بدنا ساعتين إلا، وين ضل المقالي؟ لا ما عشان هيك الأسئلة ضع دائرة على هذا المستوى، على المستوى اللي بحل فيه، أسئلة سريعة. لاحظوا أنا قاعد بشرح، ولو بشرحش السؤال سريع ما بده شيء، يعني ما بده تفكير. طيب معتز حطها فيك سبب، شفت والله يا معتز حطها فيي. قتيبة بحكي قتادة عفواً المشكلة أسئلة من أول اللايف، خليني أحكي قتادة وقتيبة، خليني أحكي يلا تفضل.
المشكلة أسئلة منصة درسك استنتاجية من المريخ. لا نص ثلاث ارباع أسئلة منصة درسك، حرام عليكم. الجوهر السردية، سمعت صوت الضحكة. محمود الخطيب، أستاذ شو أكثر الأسئلة ممكن تيجي هل بالامتحان؟ في التكامل؟ وضح لنا يا محمود الخطيب. يا رب تسأل اللي بجاوب أول إشي، كيف بتلحقوا تحلوا بسرعة؟ علي أبو طافش، أستاذ في قناة على اليوتيوب باسمك بس بعلق صاحبها إنه طالب توجيهي معيد. آه بشتغل عندي. يس. أوكي. محمود الخطيب بيحكي على الإحساس، بيجاوب بسرعة. لا مش على الإحساس، بدها شغل. هي ممارسة يعني، بدكوا تحلوا مسائل كثير، مع الممارسة بتصير تحلوا أسرع. علاء بيحكي حل على المساحة كم سؤال؟ راح حل سؤال على المساحة. معادلات تفاضلية، ابشر. في 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 قتادة بحكي لك من شان الله على مهلك. من كل هذا ومع مهلي؟ الله على مهلك. هذا كيف لو اني شاد حالي؟ تكامل من سالب 2 ل 3، قتادة ولا قتيبة؟ لا بمزح. علاء استاذ علاء راح يحل هي الأسئلة على المساحة. سين زائد، هذا مش سؤال على المساحة. هو راح يحل بس هو وعدنا انه راح يحل أسئلة على المساحة، فخليك معنا عشان بده يحل أسئلة على المساحة. في في أسئلة على المساحة. طيب حلوا لي هذا السؤال. سؤال حلو. ألف جوابه من سالب 2 ل 3، سين قوة 4 ناقص 4 سين تربيع دال السين. ب 2 من 2 ل 3، سين قوة 4 ناقص 4 سين تربيع دال السين. ج من 2 ل 3، سين تكعيب ناقص 4 سين. ودال، شو جواب الدال؟ 2 برا من سالب 2 ل 3، سين تكعيب ناقص 4 سين دال السين. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، ونعمة وطارية. يلا في عندنا واحد، في عندي تعليق مهم لازم تسمعه. تفضل. رواند ام محمد تحكي لك مبدع خليلي. الله الله يعزك يا الله، الله ينور عليك. يا هسه راسي بكبك انس جاوب دال، وبيسان وام امجد رمضان جاوبوا دال. غلط، دال من عندي غلط. يلا يلا يا جماعه، شو الجواب الصح؟ على فكره هو مش طالب حل السؤال. بدكم تنتبهوا، هس الطلاب فاكرين قاعدين بيحلوا في السؤال، هو بده التكامل اللي بيشبهه. استاذ في مجال تعطيهم شويه وقت؟ في مجال وفي مدى. حلو، هاي جديده 2020. يا ايش قصدك؟ اسمع، فاكرين ايش اني انا هسه قاعد بشرح، هسه بطلع برا الشرح هسه وببلش فيه. ايش العالم هاي؟ يلا شو جماعة البث محفوظ؟ ايش؟ وصلت يا رغد محيسن، وصلت. طيب يا جماعة يلا شو؟ طيب تعالوا معي. الآن هذا السؤال ما تكاملوه، لأنه هون الأجوبة مش أجوبة، هاي تكاملات. اذا هو مش تكامل. طيب استاذ بس دقيقه، خلينا اعطيك تشكيله الاجوبه. علاء جاوب بال. باء بال بال. اسمعوا، بدي يحكي باء مع دال، حي طلعت معه بال. منذر ملكاوي دال. الجواب بال. علاء رجع جاوب الف. بال. علي ابو طافش جاوب جيم. اوف، هي بعدين قصيرة. علاء رجع جاوب الف. منذر ملك. طيب شباب ركزوا في السؤال، معلش قبل ما تحلوا استاذ خليهم يركزوا بالسؤال، وارجعوا اكتبوا أجوبة وحاولوا انكم تحلوا السؤال بذمة وضمير. اسمع، تحكي باء مع دال. بال بقول لي. طب انا اعرف ايش باء ولا دال. طيب والله يا زلمة جايبين لي هندي معي في الاستوديو. يلا مش مشكلة بينهم. طيب طلع علي كيف نحل. صاد، بدنا نفرض الجذر. سين زائد 6. حلو؟ اشتقوا. دال الصاد. هون بيجي طالب بيقول لك استاذ ربع اسهل، بدل ما ندخل في قصة الجذر، ربع الطرفين. صاد تربيع بيساوي سين زائد 6، بعدين اشتقوا. 2 صاد دال الصاد بيساوي 1 دال السين. صح؟ صح. باخذ هاي وباخذ هاي وبرجع على السؤال. يلا. شو السؤال؟
طبعا آه لما سين تساوي سالب 2 قديش صاد؟ منعوض سالب 2 زائد 6 4 جذرها 2. ولما سين 3 قديش صاد؟ 3 زائد 6 9 جذرها 3. إذا بضلها 3. إذا أصبح التكامل من 2 ل 3 من أول خطوة، من 2 ل 3. إذا راح أشطب على هاي وراح أشطب على هاي، راح أشطب على ألف ودال. ليش؟ لأنه أصلاً التكامل لازم يطلع مني معي من 2 ل 3، يعني راح تكون يا با يا جيم. ها شفتوا كيف التفكير المنطقي؟ طيب من 2 ل 3 وين نكمل؟ وين السؤال؟ آه س زائد 2 صح؟ هاي زائد الجذر فرضته ص، وبدل دال السين شو بدي أحط؟ 2 ص دال الص. حلو. طيب هون في عندي مشكلة إنه المسألة ما تحولت كلها لإيش؟ لصاد. عندي هون سين زائد اثنين ظلت سين، صاد في اثنين صاد اثنين صاد تربيع دال الصاد. عندي مشكلة يا جماعة، عندي مشكلة. شو هي؟ أستاذ هون في عندي سين، آه ما تحولت المسألة، إذا برجع على الفرض. هاي سين صح؟ جيبوا الستة لهون، شو بتصير؟ صاد تربيع ناقص ستة. إذا بدل سين بحط صاد تربيع ناقص ستة، بدل مين؟ بدل سين زائد اثنين في اثنين صاد تربيع دال الصاد، تكامل من اثنين لثلاث. صح؟ صح. الله عليكم. طبعا بدك تكونوا صاحي يا أخوي، بدك تكون صاحي. ليش؟ لأنه سين هون ما تحولت، رجعت للفرض حولتها. خل نظبطها. تكامل من اثنين لثلاث، صاد تربيع ناقص 6 زائد 2 ناقص 4 في 2 صاد تربيع دال الصاد. انتكتكها؟ اه انتكتكها. شو صارت عندنا؟ تكامل من 2 ل 3، 2 صاد تربيع في صاد تربيع 2 صاد قوة 4 ناقص 4 في 2 8 صاد تربيع دال الصاد. بقدر اسحب 2 عامل مشترك لانه هاي الاجابة مش موجودة؟ اه اسحبوا لي 2 عامل مشترك. يلا اذا 2 تكامل من 2 ل 3 صاد قوة 4 ناقص 4 صاد تربيع صح؟ دال الصاد. هاي هاي شايفينها؟ تشبه مين؟ هاي تشبه مين؟ هاي هبا هاي في 2 برا، هاي سحبنا 2 عامل مشترك. بس هون في جيم س تكعيب ناقص 4 س، بس هون أ صاد قوة 4 ناقص 4 س تربيع. أه بدكم تنتبهوا. سؤال بسيط بس بده شغل وبده تظبيط على التعويض طبعا السؤال. حلو. ودائما طلع من اول خطوه، من خطوه اللي هي تحويل الحدود شلنا اجابتين، حذفنا اجابتين من اول خطوه، يعني بدي يكون انا شغال. ها يعني رياضيات سهله يا اخوي، والله مش عارف داري. محمد احمد اسالك بالله تشرح وحده التفاضل. مين هو محمد احمد؟ والله محمد احمد في هالزمانات قبل اسبوعين شرحناها. احمد محمد احمد ارجع على اللايفات اللي موجوده على الصفحه، راح تلاقي اللايفات الموجوده على الصفحه، ارجع تحت بتلاقي التفاضل. والله يعني انت حكيتها بشكل احلى مني مثلا ولا كيف الموضوع؟ صوتي احلى. صوتك احلى. اوكي ماشي يا محمد احمد. فتفيت الحياه حلوه. اوكي احنا مش اساتذه. ماشي شو ماله متحمل؟ ماله متحمس الأستاذ؟ متحمس؟ على فكرة الكل بيحكي إنك أنت بتحل بسرعة، وهذا الإشي مش عاجب الوضع، مش عاجب مش عاجب. إحنا مراجعة يعني لازم المفروض الطلاب يعرفوا يحلوا صح؟ طيب قولوا خذوا لي هذا، بدي أنا هون بدي أخف. الشباب أصلاً طلعوا من موضوع اللايف، دخلوا على موضوع فتفيت والأكل. يا حبيبي حسنات روق علينا شوي. يا حبيبي يا جماعة ما حدا يجيب سيرة الأكل، لاني ايش؟ لاني فاتح على الصين في الاكل. صالح الله ينجح الجميع وينجحني ان شاء الله. امين. السؤال هذا ادبي. السؤال هذا ايش؟ السؤال اللي حليته اول. اه بحكي لك ادبي. طيب هاي السؤال حلو؟ حلو. شو بدي؟ استاذ اعطينا وقت بالله. بدي اعرف. بدهم وقت عشان يحلوا. يلا بدنا الشباب الكل يحلوا. يلا. على مهلكم وهينا، يعني ما راح نبلش إلا بعد أول سبع إجابات راح أعطي الأستاذ إجاباتكم. طيب. ما راح يحلوا إلا بعد أول سبع إجابات. بشير
بتعرف شو مشكلتك؟ بتمون علي. طيب يلا هاي ها. طيب عبال ما تحلوه شباب، بدي اي شخص موجود معنا على اللايف الان ما عنده بطاقة ابواب يبعث لنا كومنت. انا ما عندي بطاقة ابواب بس. ايوه. اي حدا ما عندوش بطاقة ابواب يبعث لنا كومنت. مين الشباب اللي ما عندهم بطاقات ابواب؟ شباب صبايا اي حدا. جماعة هون سؤال حلو. سؤال حلو. محمد حسنات بحس الأستاذ بنتقم منا انتقام بمستوى الأسئلة. ليش؟ ليش يا حسنات؟ حسنات؟ حسني؟ حسنات حسنات. حسنات حسينات حسينات حسينات. اه هاي كمان بنت. باي ذا واي. يلا يا جماعة حلو السؤال. سؤال بسيط. طيب هاي أول اثنين جاوبوا على السؤال. اه. بس ما راح أحكي لك إجاباتهم، قلنا سبعة، استنى شوي. أعطيهم شوية وقت، أصبر عليهم. تشوقني قاعد؟ ما هو أصبر عليهم. شو هو مسلسل؟ بشوقني قاعد، إني أنا بدي أعرف الإجابة، متشوق أعرف الإجابة، ديروا بالكم. إيش في السؤال؟ اشتقاق، مالكم يا جماعة؟ يلا. طيب، خذ لي هالإجابات. آه. عندك أول جواب، جاوبه محمد. الجواب باء. منذر ملكاوي جاوب جيم. غلط. أم محمد جاوب جيم. غلط. أنس جاوب حاء بس هو شكله جيم. حاء هو فيها. حاء حاء. حاء؟ آه. وين الحاء في الموضوع؟ ألف باء جيم دال. لا هو قصده جيم بس جيم؟ هي راحت النقطة وقعت. غلط. طيب بيسان وحمو جاوبوا غلط جيم. غلط. طيب استنى شوي، في عندي صالح جاوب دال. غلط. ار اي ار اي جاوبت الف. لا مين مين ار اي ار اي ار اي جاوب صح. وقتادة جاوب قتادة جاوب الف. ومعتز جاوب دال. ورؤى جاوبت دال. الجوهر السردية سالب اثنين. جوهر علاء جاوب الف. غير انس غير اجابته وجاوب الف. ايوه. محمد احمد جاوب دال. عبد يعني الله ياسر ابو صالح. والله يا بشر حاسسها انا حزيره. هو هي عبد الله التميمي بيحكي تحزير الجواب الف. تحزير هي حزيره يعني مش فاهم. هو مش رياضيات هذا سؤال رياضيات. تعالوا معي تعالوا تعالوا. شو السؤال بده؟ قاف فتحه للالف شو بيساوي؟ مشتقه ها اس 8 زائد س تكعيب ناقص 4 ها. صح قاف فتحة للألف هاي 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 شو معطينكم إياها؟ 3000 تربيع. إذا بشيل هاي بحط 3000 تربيع. صعبة؟ قاف فتحة للألف شو قيمتها؟ 3000 تربيع. شلناها حطينا 3000 تربيع. صح؟ صح. قاعد بحكي تليفوني بسمعني في صوته. طيب بيساوي بيساوي مشتقة يعني اشتق هاي. بقول لي هون شو يعني دال دال السين؟ يعني اشتق اللي جوا هون. صح؟ هاي مشتقة ايش؟ اقتران أسي طبيعي. مشتقة الأس في الاقتران نفسه. صح؟ تعالوا ها هاي منين طلعت لي؟ طيب ها يلا شو مشتقة الأس؟ 8 صفر 3 س تربيع في الاقتران نفسه. صح؟ صح. ناقص 4 ها هذا ثابت. هذا ايش؟ ثابت مشتقته صفر. شو مشتقته صفر؟ استاذ ما هي ها، ما هي هاي ثابت. مش ها سين، ها اس سين، انا اقول لك 4 ها ثابت مشتقته صفر. طيب شو صفى؟ صفى انه هون بدل سين بدنا نحط الف لانه قايل لي قاف فتحه للالف، هيها. يلا 3 الف تربيع بيساوي 3 بدل سين نحط الف في تربيع في ها اس 8 زائد الف تكعيب. شلت كل سين حطيت ألف. صح؟ طيب على 3000 تربيع على 3000 تربيع هاي بتروح مع هاي، هاي على هاي واحد. صح؟ صح. إذا بساوي ها أس 8 زائد ألف تكعيب. لهون في مشكلة؟ فيش مشكلة. طب أستاذ هسا كيف نجيب ألف؟ إيش أس؟ يعني ها أس إيش بعطينا واحد؟ ها أس صفر. تعرفوا هاي قاعدة ها الصفر بعطينا واحد. صح؟
هاي بتعرفوها ولا ما بتعرفوها؟ بتعرفوها. يعني كيف هاي هذا المقدار كله كيف بده يساوي واحد؟ اذا هاي الصفر، اذا بساوي ايش؟ الاس بساوي بالصفر عشان القيمة مالها قيمة واحد. طيب شو الاس؟ ثمانية زائد الف تكعيب بساوي صفر. حلو، الف تكعيب بساوي سالب ثمانية، نقلتها. جذر التكعيبي، جذر التكعيبي تك تك راحت. الف بساوي جذر التكعيب لسالب ثمانية سالب اثنين. ما صنعناش طيارة، مالكم يا جماعة؟ هسا لما وصلت لهون ها أس إيش؟ بعطينا واحد، ها أس صفر، إذا هذا قيمته صفر، يعني الأس قيمته صفر. أخذت الأس سويته بالصفر. صعبة؟ هاي بشر؟ لا يعني أنا مركز معك مزبوط، صح كلامك صحيح. محمد حمو بحكي لك يا بتحط لو على الطرفين، لو للطرفين، لو للطرفين. مزبوط. محمد حمو بقول لك واحد مش بيساوي ها أس ثمانية زائد ألف تكعيب، اضرب الطرفين في لو، يعني لو ها الواحد، لو ها ثمانية زائد ألف تكعيب. لو الواحد شو؟ صفر. وهذا ها مع ها بتروح بصفي ثمانية زائد ألف تكعيب. نفس الاشي اللي حكيناه هون. رغد محيسن، لو الوزارة على اللايف بحطوا لنا أسئلة عجز العلم عن حلها. شهد. شهد. يسعدك يا شهد. بتحكي لهم شيروا البث. يا جماعة شيروا البث. ومنشن أصحابكم وخلينا ننتقل لإيش؟ للسؤال العاشر. قتادة أستاذ مالك معصب، جيبوا له كبشتينو. كبشتينو؟ والله جابين لي أعشاب، هيا قاعد بتعاطى أعشاب. حسام أستاذ مالك معصب يا أخي، طب لو واحد شافك معصب ماشي بنقول ها يعني أنو؟ لا مش مزبوط، بس الثلاثة أربعة يشوفوك معصب أنت معصب. أنو؟ أنا معصب؟ آه لا لا أنا مش معصب، أنا بدنجن. يا جماعة الأسئلة اللي بنحطها أولا، أنا بحطها أسئلة يا جماعة مش صعبة ومش سهلة كثير، يعني أسئلة متوسطة، وإحنا ضايل للامتحانات تقريبا يدوب أسبوع، فالمفروض فينا يعني نعرف نحل هاي الأسئلة. يعني أنتوا المفروض فيكم أنتوا قاعدين بتراجعوا، يعني قاعدين بإيش؟ بتخلصوا في المواد. فأسئلة زي هيك المفروض أنه إيش تكونوا أنتوا عندكم القدرة أنكم تحلوا هيك أسئلة. طيب هاي بيسان تحكي لك معصب مزبوط، ومحمد حسنات بحكي لك بعرض البسس. يا زلمة أنا شاب، أنا شاب مش بنت. جد محمد الحسنات بحكي لك أنا شاب مش بنت. إذا هيك خلص وبعرض البسس أكد لك عليها. سؤال عشرة. طيب سؤال عشرة شو بحكي لي؟ خلينا على معكوس المشتقة، بدنا سؤال بغيره. حسام شكله طالع من جيم ببجي، بيحكي لك الأفكار كلهن من الكتاب، حلوا أسئلة الكتاب وجي جي. أيوة والله إنه فخم. شو اسمه؟ شو اسمه؟ حسام. وعندنا ضافر بيحكي رد علي بشر، شو أرد عليك على إيش؟ معكوس سن لمشتقة قاف المتصل. حلو حلو. طيب أوجد أو أوجدي. تمام. ليش شبكة هذا؟ مش عارف أنا إذا شو هذا. أو جدي شو عنا؟ من اثنين لأربعة قاف فتحة للسين دال السين. يلا يلا يا جماعة هاي الأجوبة. ألف بدي أعطيكوا وقت، مش حجد كل وقت. باء ثمانية على تسعة، جيم سالب اثنين على ثلاث، ودال سالب ثمانية على تسعة. يلا بلشوا حلو. قتادة بحكي لك جي جي. يلا يا شباب هيو جي جي، الأستاذ بده يعطينا وقت. يلا هنادي، أنا لا بدرس ولا براجع بس بنام. طب ارجع نام يا هنادي. بيسان ميكس بين العصبية والحماس. انت يعني هذا استاذ احمد خليل ما بتفهمي لو هو معصب ولا هو متحمس ولا هو ما حتى في المنصة لما يكون معصب ولا متحمس بفهموش. ما بنفهم له يعني استاذ احمد خليل، بس يدخل المنصة كأنه في زوبعة دخلت المنصة. الله 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 الله. طيب يلا ميم سين
معكوس للمشتقة. علاء في بث ليلة الامتحان ولا لا؟ في بث لكل المواد ليلة الامتحان. كل امتحان ليلة الامتحان راح يكون فيه له بث. لا أنا بدي أحكي صوتي أحلى منك. طيب يا شباب راح يكون كمان الامتحاناتهم في ناس امتحاناتهم يوم السبت، فراح يكون في لايفات يوم الجمعة، يعني راح نداوم يوم الجمعة صح عشان نطلع لايفات، مع إنه يوم الجمعة أنا بدي أعيط بس مش مشكلة يعني عشانكم كل شيء بهون. ما شاء الله. حسام الأستاذ بحب يشرح بصوت عالي، هذا دليل إنه بحب الرياضيات. يعني بعشق. يعني أنت مش عارف الأستاذ أحمد خليل كيف حبه للرياضيات، بس هذا لا يفسر. نعم نعم. عجز العلماء عن تفسيره على قولة رغد. طب بدي أحل. أعطيهم شوية وقت لسه عم بحلوا قاعدين. طب يلا. ايش مشكلة قتادة؟ جي جي احسن من جود كلاس، اختصر لا جي كلاس، جي سي. جي سي ماشي يا قتادة. رغد محسن راح اروح على الامتحان والكحلة سايحة من ورا الاستاذ. طيب يا جماعة، انس اول واحد جاوب الجواب الف، بيسان جاوب الدال. أنس ولا بيسان ولا واحد فيهم؟ قبل ما تحكي لي. ولا واحد فيهم. ولا واحد فيهم. يعني لا أنس ولا بيسان زبطت معكم. يلا نشوف مين زبطت معه. مين زبطت معه بالسؤال؟ عاصم. عاصم يعني يمكن جرب جيم. جيم صح. ممتاز يا عاصم. الله عليك يا عاصم. كبير يا ابن الصحراء. طيب تسمح لي أحل السؤال؟ بسمح لك تفضل. الله يسعدك والله كبير. يعني سمح لي أحل السؤال. خلينا أحل السؤال. ميم سين شو ماله؟ معكوس للمشتقة صح؟ شو يعني ميم سين معكوس للمشتقة؟ تعال ميم سين لما أحكي معكوس للمشتقة، شو يعني معكوس للمشتقة؟ يعني عكس اشتقاق. شو يعني عكس اشتقاق؟ يعني تكامل صح؟ يعني تكامل قاف صح؟ لما يقول لي ميم سين معكوس لمشتقة قاف، يعني ميم سين شو معكوس؟ مشتقة يعني تكامل قاف سين. حلو، اشتقوا الطرفين، ميم فتحة للسين شو بيساوي؟ قاف السين صح؟ اشتقوا كمان مرة، ميم فتحتين للسين شو مشتقة قاف؟ قاف فتحة صح؟ صح. استاذ ليش عملت هاي؟ لأنه هون شو قايل لي؟ قاف فتحة للسين، بدل قاف فتحة للسين شو بدي أحط؟ ميم فتحتين. شفتوا مسهلها؟ إذا شو صار السؤال هون؟ تكامل من 2 ل 4 ميم فتحتين للسين دال السين. خلص هاي ميم سين صح؟ نشتقها مرتين. تعال نشتقها مرتين. يلا ها بدي اشتقها انا وياكم ايش؟ مرتان. يلا تعالوا هاي ميم. اول اشي بدي اضبطها، بديش اشتقها هيك. هسا مش قسمه، بقدر احولها طرح. في حدا اللي عندي؟ ما حدا اللي عندي. ها ميم سين بتساوي لو البسط، لو البسط اللي هي سين ناقص واحد ناقص لو المقام، لو ها ها السين. في حدا له عندي؟ ما حدا له عندي. بسط ومقام حولتها طرح. حلو. ها ها هاي بتلغي بعض بصفي سين. اذا ميم سين شو صفت؟ لو ها السين ناقص واحد اللي هو البسط ناقص لحسن حظي لو ها ها سين لو ها ها واحد بتصفي سين. هاي سين صح؟ صح. إذا ميم سين هاي الصورة اللي بدي أشتقها أسهل علي من هاي الصورة. الآن ببلش أشتق مرة ومرتين. أول مرة شو مشتقة اللو؟ مشتقة ما داخله على نفسه. شو مشتقة السين ناقص واحد؟ واحد على نفسه سين ناقص واحد. السين شو مشتقتها؟ واحد. حلو، اشتقوا كمان مرة. يلا، ثابت على اقتران، شو مشتقته؟ سالب الثابت في مشتقة المقام على المقام تربيع. والواحد صفر. إذا هاي المشتقة. شو؟ هاي المشتقة. يلا، هاي. يلا ارجع للسؤال. تكامل من 2 ل 4، بدل مين فتحتين؟ شو بدنا نحط؟ سالب واحد على سين ناقص اثنين كل تربيع. سين ناقص واحد الكل تربيع دال السين. بس علي هسه اكمل. شفتوا مسهل هالحياه؟ يلا
هذا بدنا نطلعه ايش؟ للبسط. شو صار عندي؟ تكامل من 2 ل 4 سالب س ناقص 1 قوة سالب 2 د س، صح؟ يلا كملوا لي اياه، هذا القاعدة بدي كامله. القوس نفسه طبعا في سالب، هاي السالب س ناقص 1 بزيد 1 للقوس بصير ناقص 1 على ناقص 1 من 2 لل 4، السالب مع السالب بروح وهاي بتنزل على البسط. إذا أصبح عندي اللي هو 1 على س ناقص 1 من 2 ل 4، صح؟ ليش يا أستاذ؟ السالب مع السالب راح، حلو، وهاي قوة سالب 1 بتنزل تحت، صح؟ صح. شو صار عندي؟ من 2 ل 4 بعوض ال 4، 4 ناقص 1 3، إذا 1 على 3 ناقص، عوض 2، 2 ناقص 1 1، 1 يعني ثلث ناقص 1 سالب ثلثين. يعني بدهاش تبسيط وتوحيد مقامات، ليش؟ ثلث ناقص 1 ناقص ثلثين، أو إذا بدكم بسطوا أو وحده مقامات، 3 على 3 1 ناقص 3 سالب 2 على 3. هاي إذا هاي الجواب جيم، جواب مش حزيرة، فهمتوا علي؟ واضحة؟ شو عندهم كومنتات؟ طيب ظافر وصلت المعلومة، احكي مع الرقم 07825002 الصفحة، الادمن عندنا على الصفحة حط لك كومنت انك تحكي على الرقم حتى يقدروا يفعلوا لك البطاقة تبعتك. واي حدا عنده مشكلة مع البطاقة او مع الحساب الاكاونت تبعتكم على منصة ابواب رنوا على الرقم 07825002. تمام. الشباب عندها مشكلة مع الإشارة السالب منها لالله. أوكي طيب عن جد شو رايك شكله خاتم المواد؟ يا رب بدها تروح بيانس الصلاة. أوكي عاصم، طيب أستاذ ليش ما لغيت مشتقة مع التكامل؟ أسهل لك. لغيت مشتقة مع التكامل بلغيب، بس التكامل عندي تكامل محدود فراح يصير عندي يعني راح أدخل في متاهة ثانية. طيب أستاذ صالح، أستاذ هذا الجواب خمس دقائق، هذا جوابه لحاله خمس دقائق أخذ. لا هذا لأن أنا قاعد بشرح. طيب محمد حسنات، طيب أستاذ صح بيصير قاف أربعة سالب قاف اثنين؟ إيش إيش صح بيصير قاف أربعة سالب قاف اثنين محمد حسنات؟ بعرفش لأنه هيك كاتب الكومنت. أوكي طب خلينا على السؤال الجديد. أستاذ عادي مواليد 98 يحضر؟ مواليد 98 طبعا عادي، عادي معيد اكيد، معي بطاقه للاستاذ احمد خطيب وجدك بجوز. معتز انت مواليد اي سنه؟ جدك شكله اللي مهضر. انا ختيار تردوش على الاستاذ. معتز بحكي معي بطاقه للاستاذ احمد خليل وختمت الماده. ومعتز عليك معتز، ومعتز بستنى في التيشيرت والساعه بعد 40 دقيقه هيو بيحدد لك. يعني بتعرف اذا انت بعد ما تخلص اللايف ما رديت عليه ورحت عليه انت بذات نفسك ابشر معتز ورحت اعطيته التيشيرت والساعه. طب وانا فيش اروح؟ مش مشكلته، مش مشكلتي. وعدت بدك مون عليك بس وعدت بدك توفي. هاي في شاب شلح لي يعني اعطاني بلوزته، هاي اعطيناه، هاي اعطيناه بلوزه معتز عشان يعطيك التيشيرت. خلص انا بغير في التيشيرت هذا وبعطيك التيشيرت الابيض. ابشر. إذا نجحت بالرياضيات لا تحكوا لي مبروك، احكوا لي الحمد لله على السلامة. رغد محسنة، الله عليك يا محسنة ما شاء الله عليك. جوهر السردية، الله ينجحك وينجحنا. بيسان بركي، المشتقة راحت مع التكامل. محمد الحسنات، بيسان وأنا بدي كمان تيشيرت. لا ما هو احنا شلحنا الأستاذ واحد تيشيرت، هلا الثاني من وين نجيبه يا بيسان؟ لا بنجيب له منصة. ايش؟ بنمون على المنصة. يلا بلا سيب لي الكومنتات وجيب لي، روح جيب لي هيك كرتونه تيشرتات. ابشر بس استاذ بس تعطوني انا. طب والطلاب يعني بدهم التيشرتات زي هيك، عجبهم التيشرت وعجبهم اللوجو حلو يعني، بس لانه ابو خليل يعني بتعرف هو عضل وهيك يا الله احرجتوني. طيب سؤال 11، سؤال على المساحه، ركزوا. في عندي هاي الرسمه شايفينها؟ هاي استاذ شايفينها، ركزوا. حلو، هاي ميم واحد وهاي ميم اثنين، هاي سالب ثلاث وهاي القيمة واحد. حلو؟ حلو. إذا كانت ميم واحد عشر وحدات مربعة وميم اثنين
أربع وحدات مربع. بدي أوجد أو أوجدي تكامل من صفر لاثنين سين قاف واحد ناقص سين تربيع دال السين. سؤال حلو عن جد حلو، ركزوا أنتوا بتحلوا فيه. خلينا نشوف الخيارات. الخيارات يا جماعة سالب ثلاث، ثلاث، اثنين، ودال سالب اثنين. يلا يا جماعة اسمع بشرة، فكرة السؤال حلو، سؤال حلو. أستاذ بحكي لي السؤال حلو، أعطينا شوية وقت عشان يحلو أكثر. يلا إلكم وقت. يلا معتز أنا زيك عندي عضلات وهيك وبلعب جيم وزي زيك. يلا منيح. بكرة أي ساعة؟ بس بكرة بنفس توقيت اليوم. امبارح لما رحت على الجيم، مش امبارح، امبارح الجمعة الخميس، واحد يا زلمة هيكل عظمي قال وقف على المراية ومبلش يعمل هيك وهيك أساس إنه عنده عضل هبيلة شكله. قلت له عمو مالك؟ الله يز... الله طب يعينك. طب أستاذ أنت بتعمل هيك على المراية؟ لا يا زلمة، زمان عندي عضل وبس ما بعمل هيك كذا. إيه آخ، مش أنا، مش أنا اللي بعمل على المراية هيك. واحد فاتح على ليبيا. يلا شو رأيكم في السؤال؟ فرح الجدول موجود على الصفحة ولايفات أستاذ خليل كلها بنفس التوقيت من الساعة. طبعا يا جماعة تنسوش أنا مبلش تأسيس 2004-2005 على الجروبي رياضيات توجيه مع أحمد خليل. طيب جماعة 2004-2005 والدوسيات موجودات على الجروب اسمهم خليلي. هلا أنا حكيت توقيت اللايف بالساعة وسكتت على أساس أنك أنت تجاوب، بس ما جاوبت. شو الفائدة؟ شو؟ شو سكت؟ حكيت لايفات أستاذ أحمد خليل بالتوقيت وسكتت على أساس أنك أنت تجاوب. لايفات أستاذ أحمد خليل بالتوقيت. تفضل جاوب. شو التوقيت تبعهم؟ كلهم نفس التوقيت تبع كلهم اليوم. من 6 ل 8 صرنا هذا رابع أسبوع. من 6 ل 8 كلهم نفس التوقيت إن شاء الله. بكرة تنسوش، بكرة القطوع المخروطية. طب أستاذ ليش مش السبت الجاي؟ لأنه السبت الجاي ببلش امتحانات، فإحنا اليوم بكرة القطوع المخروطية، لا تنسوا. خذ لي أول إجابة. قتادة جاوب جيم غلط. طيب منذر ملكاوي جاوب جيم غلط ولا صح؟ غلط. في بوكسة بندورة يا جماعة. أنس جاوب ألف، رشيد وبيسان جاوبوا ألف غلط. يا رب تحكي لك، استنى شوي. خذوا راحتكم يا جماعة. أول مرة بحضر بث بضل أضحك دانا. الله يا رب يزيد عليك الضحك. آر إي آر إي جاوبت ألف وعبدالله التميمي جاوب باء وأنس رجع جاوب باء. شو القصة يا أنس؟ هو ألف ولا باء؟ حدد موقفك. جواب باء. رغد محيسني أنا فاهم على بشر. الله يسعدك يا رب. مش ضاربة. عاسم خلص دال لعاد. رحت عنده خلاص. عاسم بحكي لك خلص دال لعاد. دال؟ يعني ما حدش جاوب دال. جاوب دال. طيب طلع علي السؤال حلو. آر إيه آر إيه جاوبت باء لسه رجعت كمان. طب ركزوا معي. تعالوا معي. هسا هون إيش؟ ما داخل القوس مش سين، تعويض. تعوض صاد واحد ناقص سين تربيع. صح. اشتقوا دال الصاد بساوي ناقص اثنين سين دال السين. اذا دال السين شو بتساوي؟ دال الصاد على سالب اثنين سين. هاي باخذها وهاي باخذها، ولانه تكامل محدود بدنا نغير الحدود. الله عليكم. اذا سين تساوي صفر. قديش صاد؟ عوضه صفر تربيع صفر واحد ناقص صفر واحد. اذا صاد واحد. طيب الحد الثاني قديش؟ اثنين. لما سين اثنين وينها؟ اثنين تربيع اربعة، واحد ناقص اربعة ناقص ثلاث. اذا صاد ناقص ثلاث. صح. اذا شو اصبح السؤال؟ تعالوا تكامل بدل الصفر نحط واحد، وبدل اثنين نحط سالب ثلاث. سين هاي سين، قاف اللي جوا فرضته انا صاد. بدل دال السين شو بدي احطها؟ دال الصاد على سالب 2 سين. لحد هنا في مشكلة؟ سؤال طبيعي، لسه ما اطلعت على الرسمة أنا ولا شفتها، أنا بس بلشان في السؤال. طيب ركزوا معي هون. هسا عندنا سين مع سين بالغبار. الله عليكم. السالب هاد بيصير عندنا وفي 2 سالب نص تكامل من 1 لسالب 3 قاف الصاد دال الصاد.
هلا في هو من واحد لسالب ثلاث، هي من سالب ثلاث لواحد، صح؟ صح. طلعوا هالحركة قرعة بالدعمل، شفت السالب هذا؟ بشيله وبعكس الحدود. الله عليك يا خليلي، وحلوة الحركة، عجبتني. شيلوا السالب واقلبوا الحدود، نعمل له الفيديو ريشوت. طيب هاي نص سالب ثلاث لواحد، قاف الصاد دال الصاد. شو عملت يا أستاذ؟ شلت السالب قلبت الحدود، صار من سالب ثلاث لواحد، صح؟ صح. هاي من سالب ثلاث لواحد، من سالب ثلاث لواحد. في عنا من سالب ثلاث لصفر، وفي عنا من صفر لواحد، صح؟ صح. إذن بحكي هاي نص من سالب ثلاث لواحد، من المر بالصفر. هاي من سالب ثلاث لصفر، قاف الصاد زائد من صفر لواحد، من صفر لواحد، صح؟ صح يا أستاذ، عداك العيب. بيساوي هاي نص. إذا ما ليش بتشبك معي؟ صح؟ طب خلاص، ما احنا اخترنا أصفر يا زلمة، تطلع لي كمان مرة يا زلمة. يلا، من سالب ثلاث لصفر، من سالب ثلاث لصفر اللي هي ميم واحد، قديش ميم واحد؟ 10 وحدات، ولأنها فوق موجبة، إذن هاي 10. تيك تيك. طيب زائد من صفر لواحد، من صفر لواحد قديش؟ اللي هي ميم اثنين، قديش ميم اثنين؟ 4، ولأنها تحت بحطها سالب 4. هسا مشكلتكم انتو هون، انا مش بكامل. هسا متى بتطلع فوق موجب وتحت سالب؟ لا بس السؤال مش تكامل، مش لما يكون السؤال مش مساحة، سؤال تكامل. تكامل عادي ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب. اذا عشان هيك اذا كان فوق باخذه موجب، تحت باخذه سالب، عشان هيك اخذتها سالب 4. هي اولا. لو كان السؤال مساحة، قال لي السؤال اوجد مساحة فوق وتحت باخذه موجب، انتبهوا لهي المعلومة. اذا 10 ناقص 4 6 في نص 3، وهو المطلوب. هاي الجواب 3، شايفينه؟ بس سؤال حلو، عن جد سؤال حلو، هذا سؤال مساحة بس ايش؟ داخل فيه تعويض، صح؟ صح. طيب خليني طيب. أستاذ بما انه السؤال حلو، في عنا دانا بتحكي لي ادعي لنا ننجح. والله يا دانا انا يعني بدي ادعي لك دعوة، وهاي يعني المفروض يعني الله بس يفرح اهاليكم فيكم، وهم اصلا اللي بتعب اكثر، اللي بتعب اكثر من طلاب التوجيهي هم الاهل. امين. لا وين اهل؟ هم الاهالي بتعبوا اكثر من طلاب التوجيهي. الاهلي ولا زمان؟ طيب خلينا نحل السؤال بعده. استاذ بالنسبه لك كل الاسئله حلوه ما شاء الله. والله يا بيسان كل الاسئله عنده حلوه. طيب خلينا السؤال اللي بعده. علاء بيحكي لك المساحه ما تطلع سالب، صح؟ يعني ما بتطلع سالب. لا 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 بتطلع. اسمع سالب. تعال تعال، وين وش اسمه؟ علاء. علاء انا طالب هون صفر لاثنين سين قاف واحد ناقص سين تربيع، مش طالب مساحة، انا طالب تكامل. مدام انا طالب تكامل ممكن يكون الجواب موجب ممكن يكون سالب، مش لانه طلع معي ثلاث لانه السؤال مساحة، ممكن يطلع سالب عادي. هسا متى تفرق؟ لو انه هون في مطلق وهون في مطلق، بفرق. هون لازم يطلع موجب، لانه شو قانون المساحة؟ قانون مساحة بيكون حدود تكامل وداخل مطلق، صح؟ بس هون فيش مطلق ولا كمان جايب لك سيرة المساحة، فممكن يكون الجواب سالب أو موجب. أما متى لازم يطلع موجب؟ إذا قلت لك شو المساحة، أو إذا حطيت لك إشارتين مطلق هون. ماشي؟ يلا روح السؤال بعده. طيب أم حمزة بتحكي. بتحكي، تفضل يا أم حمزة. أسأل الله العظيم أن ينجح كل طالب وطالبة، ويجبر بخاطر أهاليهم ما يضيع لهم تعب. آمين. الله يوفقك أستاذ أحمد. هي الله يعزك. نالك من الحب جانب. الله يعزك. قتيدة بيحكي لا ليش قرب يخلص ضايل نص ساعة للبث بعدين رح نشتاق لك. مين اللي قال له أنه بدي أخلص؟ مين هذا؟ قتيبة ولا قتيدة؟ أنت ذكر. لا مين هذا؟ انت ذكرتني اذكرك انه الساعه 7:30. الساعه صارت 7:30. طيب يعني معنا نص ساعه. يس. طيب بنحل لنا دانا الصوره. يلا يلا. الصوره مو واضحه. السؤال 12. ماشي يا دانا، كل ما نفكر. طيب. بس خلينا ننعس بتحمس. اوكي. استاذ اكتب لنا الجدول.
الشيخ بشر يعطينا من بركاتك. ماشي يا ابو الحسنات. اللهم ان كان سحرا فابطله. يا اخي الرياضيات جد اطل من السحر. انو رياضيات يا زلمه اجمل اشي في الحياه رياضيات. طبعا هسه الطلاب مع هاي المساله بيفتحوا على الصين. طيب هذا سؤال معادلات تفاضلية. طيب شو طالب هنا السؤال؟ حل المعادلة التفاضلية الآتية. سؤال حل يعني سؤال مقالي. يلا هات سؤال مقالي. سؤال ايش؟ مقالي يعني فيش فيه خيارات. سؤال حلو. تنعشقوش طبعا من السؤال. طبعا بدي احكي لكم شغلة، لما يقول لي السؤال معادلة تفاضلية شو معنى حل المعادلة التفاضلية؟ بدنا نخلي السينات في جهة، الصادات في جهة، بعدين نكامل الطرفين. شو بدنا نعمل؟ بدنا نخلي السينات بجهة، الصادات بجهة، دال السين بجهة مع السينات، ودال الصاد بجهة مع الصادات، بعدين نكامل الطرفين، طرفين، كامل الطرفين، عشان هذا بسموه أسلوب الفصل، أكيد تعرفوا. يلا حلونا المسألة. طبعا بشر هذا سؤال حل، شو رايك انا احل معكم؟ لانه ما فيش فيه خيارات عشان تعطونا خيارات او تتحزوا، لا ما فيش حزه. انس بحكي لك سهل السؤال. يلا سهل. يلا يا انس بدنا نشوف. رغد محيسن بتحكي انا فتحت الصين من زمان وضيعت الريموت. دانا الله يجبر بخاطرك يا استاذ. وام حمزه بتحكي ودعت لدانا كمان بتحكي لها الله ينجحك يا دانا. الله عليك. عبد الله التميمي الصراحة الواحد يشوف حل السؤال بحس بمتعة بالرياضيات. صح؟ ما شاء الله عليك يا عبد الله. ما شاء الله. فهمني شو اسمه اللي حكى. يزن هي تبارك؟ طيب تبارك بتحكي لك هاد بده وقت. فاصبر عليه هلا بلاش تطلع لك من الشاشة. طيب يلا. بس بدي أعملكم إنه دال السين راح نضربها تبادلي نجيبها هون بس. راح يصير عندنا سين تربيع. زائد ثلاثة سين. عاصم بيحكي أنا حليته. صاد. هاء السالب اثنين صاد. في سين زائد واحد. في سين تربيع ناقص تسعة. إيش؟ طبعا هون مساواة. هاي دال السين بجيبها هون. شو عملت أنا؟ بس جبت دال السين ضربتها في هذا الطرف. فحطيتها آخر إشي. فصارت هون دال الصاد وهون دال السين. ماشي ماشي. مدام هون دال الصاد إذا لازم يكون معها صادات. ومدام هون سين معها سينات. هاي سين بتضلها، هاي سين بتضلها، هاي صاد ما بتضلها، هاي بدنا نجيبها هون. هون دال الصاد، لازم هون يكون معها ايش؟ صادات، بس هون معنا سينات، صح؟ صح. إذا ايش بعمل؟ هاي بخلص منها بجيبها هون. على هاء السالب 2 صاد. على هاء السالب 2 صاد، صح؟ راحت هاي مع هاي. صفت هون بس السينات، شو صفة؟ اللي هي سين زائد واحد في سين تربيع ناقص تسعة دال السين. وهون جبناها بس طلوها فوق على البسط صارت هاء أس اثنين صاد سين تربيع زائد ثلاثة سين دال الصاد. صح؟ ما عملت شيء. أنا قاعد بف إيش بظبط في المسألة بس ولا عملت شيء. خد لي هالجواب هذا بحكي لك أنا بس بطلع سين عامل مشترك وبحلل. أنس بعدين بحكي كمان أنس. فرق بين مربعين بختصر سين زائد ثلاث مع بعض. دقيقة أنا قاعد بفصل، أنا قاعد بجمع حدود السينات هناك وحدود الصادات هون، حلو؟ أو حدود الصادات هون وحدود السينات هون. هسا سين سين مع دال السين تمامي. هسا هون صاد مع صاد بس هون في إيش؟ سين تربيع زائد ثلاث سين بدي أخلص منها، إذا بقسم عليها. تمام؟ إذا هاي راح تروح مع هاي. شو صفت المسألة؟ هون فصلت اللي هي هاء أس اثنين صاد في دال الصاد. هاي صفة هون كل الجهة اليمين صادات. طيب نيجي على الجهة اللي إيش؟ اليسار سين زائد واحد سين تربيع ناقص تسعة. بقدر أسحب هون سين عامل مشترك تحت زي ما حكى بصفي سين زائد ثلاث صح هون. وهون فرق بين مربعين اللي هي سين ناقص ثلاث في سين زائد ثلاث صح دال السين. هسا سين زائد 3 مع سين زائد 3 بتروح شو صفت؟ هاء أس 2 صاد دال الصاد شو بيساوي؟ اللي هي سين زائد 1 في سين
ناقص 3 على سين دال السين. فيها شيء؟ فيها شيء. بعدين بكامل الطرفين. شفتوا مسهلها؟ هسه لما كامل خلص، لأنه هون الصادات هون السينات، كاملوا هاي ها أس 2 صاد ع 2 نقسم على المعامل. طيب بساوي هون اضربوا لي ياسين تربيع سين في ناقص 3 ناقص 3 سين وسين ناقص 2 سين وناقص 3 على سين صح دال السين. هاي ايش سهلة تكاملها، يعني بقدر اخذ كل واحدة مع يعني لحالها. طلعوا كيف بتصير ها أس 2 صاد ع 2 بساوي تكامل سين تربيع على سين قديش سين 2 سين على سين 2 وناقص 3 على سين دال السين صح صح. هسه كامله بس ها أس 2 صاد ع 2 شو تكامل السين سين تربيع 2 ناقص 2 ناقص 2 سين وناقص 3 على سين ناقص 3 لوس سين صح. هذا كله زائد جيم بس انتهينا. هات سؤال معادلة تفاضلية. شو عملت يا أستاذ؟ ركزوا، عندي هون سينات بس هون ضال صاد دال السين، جيب دال السين هون. بما أنه أنا جبت دال السين هون بدي أخلي كل الجهة اللي معها سينات، هاي سينات هاي سينات بس هاي إيش؟ صادات قسمت عليها عشان أجيبها هون. حلو جبتها هون بس هون مشكلتي لازم يكون كلها صادات، بس مشكلتي انه في سين تربيع زائد 3 سين قسمت عليها عشان اوديها هناك فقسمتها. هون صار الصادات هون والسينات هون، رحت سحبت هون عامل مشترك حللت فرق بين مربعين راحت هاي مع هاي، وبعدين رحت ايش ضربت القوسين ببعض صفت هيك وقسمت على سين صفت هاي المساله، بعدين كملتها وهاي كملتها مباشره 2 صاد على المعامل هاي تمام. تقدروا تضربوا هاي في 2 عشان تروح 2 بعدين تاخذوا لوغاريتم للطرفين عشان ايش تاخذوا صاد لحالها. هذا اللي بده ايش اللي بده يطلع صاد لحالها اللي هو حل المساله تمام. هاي حل معادله تفاضليه يا جماعه، حل معادله تفاضليه. طيب خلينا ناخذ سؤال رتم. محمد حسنات بحكي يا اخي الاسئله اللي ما فيها خيارات بتحسها راحه نفسيه. بحكي لك معه يا محمد طبعا حسن. يارا عشان حكت لي بدي قاب دال ها بدي احل هذا السؤال ليارا. يلا الجوهرة السردية والله اقلها بتكون واثق من الجواب. طبعا عندنا وصلت لهون ما بعرف وصلت لهون بس ما بعرف اكامل. اوكي تمام. لا يعني التكامل صار سهل لانه صار يعني لما يكون عندنا اكثر من حد في البسط على حد واحد في المقام اول شيء بقسمه وقبل ما اكامل بعدين بكامل مو سهل. طيب انس بحكي لك استاذ لو احلل عباره تربيعيه بعدين اكامل بزبط؟ تحلل عباره فرق لا ليش تحلل اصلا هي كانت محلله قوسين احنا ضربناها عشان نقدر نقسمها على سين فهمتوا كيف؟ طيب طيب حمو بحكي لك حليتها صح ممتاز يا حمو. عبد الله التميمي مع انه طويل بس اسهل سؤال صح ممتاز. زيد كمان كانه حله حط نار اوكي ممتاز. بيسان صح حليتها أوف. ممتاز يا بيسان الله عليك يا بيسان. طب اسمع صح الحمد لله ممتاز يا اسمع ممتاز. استاذ كمل خلي صاد موضوع القانون. طيب السؤال هو اللي قبله قديش كان 12 انتوا طلعوا صاد موضوع القانون. طيب بحب اسئله الحل اكثر من اسئله الخيارات لانه عندي مشكله ما بثق اللي بحب ما بثق بالجواب ليش بجوابي الحل. طب خليني احكي يا اخي لا صوتي احلى منك معلش خليني اكمل. استاذ شو عشان الجدول اللي بدك قلت لنا قلت لك عنه عبد الله التميمي. استاذ شو عشان الجدول اللي بدك قلت لك عنه علل علل ما يلي وضح وضح. عطر الشام فش للادبي فش يعني سمك في عطر الشام موجود للادبي ادخلي على المنصه في لايفات محفوظه للادبي من بدايه التاسيس ولسه باقي لنا كمان لايفات بس موجوده كلها وموجوده بتقدري تدخلي بتسال عن متى بث الادبي اوكي بسان عطر الشام عفوا ادخلي على الصفحة وفي عنا جدول بالبثوث كاملة بمواعيدها وأيامها وتواريخها. أنس هي صاد موضوع للقانون. لازم تخلوا صاد إذا بدكم تخلوا صاد موضوعكم سهلة. بتضربوا الطرفين في 2 عشان تخلصوا من 2 في المقام. بعدين بتأخذوا لو للطرفين. بيطلع 2 صاد بعدين آخر إشي بتقسم على 2 عشان تطلع صاد لحالها. سهلة. يلا طيب شوفوا لي هذا السؤال. هذا السؤال ضع دائرة. تمام؟ شو السؤال بحكي لي؟ أوجد اللي هو إيش؟ وين راح؟ تكامل من 1 ل 2
ها دال القاف. تلعبش يا اخوي. عطر الشام قصدي بالمراجعات مزبوط يا عطر الشام، هي مراجعات موجودة على الصفحة عندنا، موجودة بلايفات محفوظة، ولا زلنا عم بث لايفات كمان بمواعيدها، بتقدر تدخل تشوفي جدول المواعيد. قتيدة بيسألك يا أستاذ وين الخرائط الذهنية للتكامل؟ سبحان الله. عبد الله التميمي، الشعب العربي بس. الجدول التفريق بين التكاملات والتعويض، التكاملات التعويض والكسور والأجزاء. فهمت إشي؟ أنا فاهم إنه كيف هذا. بعد هذا السؤال راح أحملهم إياه. طيب أستاذ احضرت عندك البطاقة تسأل استفدت أكثر. أستاذ احضرت عندك على البطاقة مش عارف إيش هي التأسيل يمكن التأسيس قصده، استفدت أكثر. إيش إيش؟ تأسيس. نعم. طبعًا يا زلمة أنت يعني. هذا شيء مفروغ منه يعني تستفيد اكيد يعني ابو خليل اللي بيشرح يعني الله يعني. يا الله شو اللي مين اللي حكت ماشي ابو خليل. قتاده برجع بسال شو بالنسبه للخرائط. قتاده ولا كتيبه؟ هسه بقى بنعمل له سهل. بس سبحان الله يعني انا لما باللايف الماضي لما كنت اعمل خرائط ذهنيه، يا استاذ ليش مضيع وقتنا بالخرائط الذهنيه؟ لازم ندخل حل اسئله. لما دخلنا حلينا اسئله استاذ بدنا خرائط ذهنيه. سبحان مغير الأحوال من حال لحال. بدك ترضي لي الكل يا أبو خليل. حلونا السؤال هذا. قاف وهاء قابلين للاشتقاق طرنين. قاف في هاء الواحد بيساوي 4، هاء معطى. وقاف في هاء 2 بيساوي 8 معطى. ومن 1 ل2 هاء دال القاف بيساوي 2. بدي من 1 ل2 قاف دال الهاء. سؤال فكرته محروقة. وأقول لكم هنت يعني مساعدة على الأجزاء، اللي بحط قاعدة الأجزاء حل السؤال. يلا روح. طيب عندنا رغد محيسن كتبت كومنت حلو. أستاذ لما حضرت لك للبطاقة كنت أنام وأصحى على صوت صريخك. الله الله. قتادة بحكي لك يعني حقك علي، ما كنت بالبث مبارح أنا آسف. آسف؟ اسمع اسمع تكريش. اسف فرح. معلش استاذ ارضاء الناس غايه لا تدرك. نعم. طيب خذ عندنا اجوبه. غايه لا تدرك. فرح فرح والله فرح نشوان. لانه يا فرح قلت لهم المره الماضيه نعمل خرائط ذهنيه. خلص بدك ترجع تعيد. ادخل في الاسئله. دخلنا في الاسئله نعمل خرائط ذهنيه. هسه بندخل فيهم اثنين بقول لك لا حل اسئله ثانيه، حل اسئله الكتاب. طيب خذ لي هالاجوبه. يلا خذ لي هالاجوبه عندك. عبد الله التميمي، لا قبل عبد الله التميمي في عندنا عاصم اول واحد جاوب جيم. غلط يا عاصم. عبد الله التميمي جاوب باء بعدين كتب لك جيم. عفوا غبي غبي ماشي البنطلون. ليش غيرت اجابتك؟ طيب يعني شفت اللي قبلك حط. الله يعوض علينا. انس بحكي لك 4 بيطلع، ومنذر ملكاوي باء، وزيد منذر ملكاوي باء، زيد جاوب عليك. خلص خلص لعيبة منذر ملكاوي. اسمعوا اللي بحط إجابته لا يغيرها. مين اللي غيرها؟ معتصم ولا ما شو اسمه؟ بديش أرد. هاي الجوهرة السردية بتحكي لي بشر خلي الأستاذ يحكي شو بدك فيه، خليه يحكي. شو مين اللي حط إجابة باء وغيرها جيم؟ عبد الله التميمي. التميمي ليش غيرتها؟ ما شاف اللي قبله جيم، قال لك شكلها جيم. الله يعوض علينا بس. طيب اقول لكم كيف نحل السؤال. حل على الاجزاء على القاعده. متذكرين القاعده شو كانت؟ القاعده تعال نتذكرها، كان تكامل ك قاف في دال الهاء، متذكرينها صح؟ تكامل قاف في دال الهاء. شو كنا نعمل؟ كنا نحط قاف بعدين نشتقها، كنا نحط دال هاء اللي هو القسم الثاني بعدين نكامله صح؟ صح. كنا نضرب قاف في هاء بعدين ناقص تكامل هاء دال القاف صح؟ يلا قاف فيها هاي قاف فيها ناقص تكامل هاء دال القاف، هاء دال القاف صح؟ صح. أنا بشو شو بدي؟ قاف دال الهاء بدي هاي اللي هي من 1 ل2، هاي من 1 ل2. إذا هون بحط من 1 ل2 وهون بحط من 1 ل2. واضح خلص. ها يلا هسه بدنا الحد العلوي ناقص تعويض الحصري. قاف فيها 2
صح؟ ناقص قاف فيها الواحد ناقص تكامل من واحد لاثنين هاء دال القاف. صح؟ صح. طيب قاف فيها اثنين وينها؟ هايها ثمانية، هاي ثمانية ناقص قاف فيها الواحد أربعة، هايها هاي أربعة ناقص تكامل من واحد لاثنين هاء دال القاف، تكامل من واحد لاثنين هاء دال القاف اثنين. بس عوضت يا جماعة كل المعلومات اللي معي، بس حطيتهم طقيتهم خلص. ثمانية ناقص أربعة أربعة ناقص اثنين اثنين. هاي يا جماعة هاي قاعدة اللي هي التكامل بالأجزاء، هاي بدي أحط لكم إياها بصورة فخمة. ها لما تقول له تكامل قاف دال الهاء هي إيش؟ قاف في هاء ناقص تكامل هاء دال القاف. نحل السؤال على قاعدة التكامل بالأجزاء، مش هيك القاعدة؟ بس حلينا على القاعدة احنا. يعني هذا السؤال بيختبر فهمك او فهمك لقاعدة الأجزاء. اصلا لما جاب لكم قاف في دال هاء دال القاف قاف دال هاء، على طول لازم مخكم يضرب وين؟ على الأجزاء، لانه هاي هي الموجودة اصلا في الأجزاء. صح؟ طيب معنا وقت؟ معنا وقت. عبد الله التميمي بيحكي لك خبصت بالحل ما ايش؟ ايش؟ شو بيحكي؟ شو خبصت بالحل ما انت قاعد بتهجى؟ خلص طلش انا على اجابات، ما بتطلعش على اجابات غيري، بس هو شكله مش كاتب. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله الله عليهم الله عليهم. هنادي بتحكي نفسي ابطل عادة تغيير الاجابات. بيسان ردت عليها والله وانا بالامتحان استاذي جبت علامة سيئة من وراء العادة. لا اوعى حدا يغير. انس لو اني دارس بكان بعرف احل. انو هذا؟ انس بدري يا انس، بدري بدري تدرسش، بدري 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 والله بدري، يعني مش عارف شو بدي اقول لك. طيب يا جماعه خليكم معي، طيب خليني بدي احكي هذا الموضوع ضروري جدا يا جماعه، ركزوا. في عندنا التكامل بالتعويض، وفي عندنا التكامل بالاجزاء، وفي عندنا التكامل بالكسور الجزئيه. كيف نفرق بينهم؟ التعويض بكون تكامل اقتران في اقتران، مثلا دال السين اقتران في اقتران، بيكون في ايش؟ في علاقة اشتقاق بينهم. شو في بينهم؟ علاقة اشتقاق. يعني اللي بفهموش من الطالب انه استاذ كيف بدنا نفرق بين التكامل بالتعويض؟ بيكون في اقترانين، في علاقة اشتقاق بين الاول والثاني، بين الاول والثاني. زي كيف يا أستاذ؟ يعني مثلا لما أقول تكامل سين جيب سين تربيع دال السين، الزاوية شو مشتقة؟ اثنين سين، هي المشتقة، في علاقة اشتقاق. ودائما في التعويض بيكون ها انتبهوا، ها بدي اكتبهم تك تك. بتكون دائما بالتعويض ممكن تكون الزاوية غير خطية، ممكن يكون الأس غير خطي، ممكن يكون القوس غير خطي، ممكن يكون ما داخل الجذر غير خطي. يعني دائما هاي الشغلات هي اللي بتقول لي عن التكامل بالتعويض. فهمتوا كيف؟ فبيكون الأس او الزاويه او القوه او ما داخل الجذر بتكون مشتقته برا، فبيكون في علاقه اشتقاق او بين بسط ومقام. حلو. نيجي على الاجزاء، نيجي وين؟ على الاجزاء بيكون تكامل قاف فيها دال السين، بس هذول الاقترانين شو مالهم؟ ما إلهم علاقة مع بعض. هذول الاقترانين ما إلهم دخل ببعض. فهمتوا؟ يعني فش علاقة اشتقاق ولا من داري شو، فش شي، فش علاقة بينهم. زي لما تقول لي تكامل سين في جيب السين، هون الزاوية مشتقتها واحد، طب هون في برا سين، هذا كثير حدود، هذا دائري،
طب استاذ ما هو هون ضغط لانه الزاويه اجت غير خطيه، هون الزاويه خطيه بس برا في سين، هون الاقتران هاب ما لهش علاقه في هاب، فبحكي اجزاء يعني واضح. طيب تنسوش اللوغاريتم والاس الاقتران الاسي كله هذا انتم بتعرفوه، بس ديروا بالكم اللي بفرضها قاف هاي مع هاي 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 لا لازم اكتبها، مهم جدا للطالب اللي بدي افرض قاف لازم اعرف اشتقه، واللي بدي افرض دالها لازم اعرف اكامله. هذول اذا عرفتوهن عليم بالله لا تسفحوا. اذا قاف دائما قاف اللي بدي افرضها شمالها لازم اعرف اشتقها، واللي بدي افرضها دالها لازم اعرف اكملها، يعني مش منطق انا افرض دالها وما لهاش تكامل. وصلت؟ طيب نيجي على اجزاء الكسور الجزئيه اللي هي اسهلهم. شمال الكسور الجزئيه، الكسور الجزئيه بده يكون عندنا بسط ومقام. شو بده يكون؟ تكامل بسط ومقام. ممكن يكون درجه البسط اكبر ويساوي درجه المقام، هون البسط اكبر او يساوي درجه المقام، هون بعمل قسمه طويله بعدين اجزاء. اذا كانت اقل درجه البسط اقل من المقام على طول اجزاء. شو اجزاء؟ كسور جزئيه قسمه طويله لخمني بشر طويله بعدين ايش؟ بعدين كسور جزئيه. تعرفوا طريقه الكسور شو الجزئيه؟ شو دخلني انا هون على طول جزئيه. بس بدكم تعرفوا شغله، المقام طبعا بيكون كثير حدود على كثير حدود، لو ما كان كثير حدود على كثير حدود ممكن استخدم التعويض عشان يصير عندنا كثير حدود على كثير حدود. المقام انه قابل للتحليل، يكون قابل للتحليل تمام. وبتعرفوا طريقه الالف يعني لما اجز واعملها وهاي سهله هاي يعني بسيط، بس ممكن يكون كسور جزئيه ما يكون على صوره كثير حدود على كثير حدود، ممكن يكون اسي على اسي. هون بدي اروح استخدم التعويض بعدين ادخل على المساله بطريقه الكسور الجزئيه وهكذا. فبسيطه يعني ما في انه هذا. طبعا كيف بدي اتمكن منهم؟ بحل المسائل، بدها ممارسه، الموضوع بده ممارسه تمام. تمام زي ما انتم شايفين موضوع جدا بسيط وسهل. شغله اخيره بدي احكي عنها وبعدين بدي اختم. شو هي الشغله الاخيره؟ المساحه. درس المساحة الجزء الثالث اللي الطلاب اللي عندي على المنصة واللي مش عندي على المنصة، الجزء الثالث اللي هو ثلاث اقترانات. هذا الجزء يا جماعة راح يكون سؤال مقالي. هاي قلت لكم المساحة الجزء الثالث ثلاث اقترانات أكيد رح يكون سؤال مقالي، وممكن يكون سؤال مقالي زي ما حلينا على المعادلة التفاضلية. شو ممكن؟ وممكن يجي سؤال مقالي على طرق التكامل، يكون سؤال بده شغل. هذا اللي أنا متوقعه يكون سؤال مقالي. سؤال مساحة الجزء الثالث لما يكون ثلاث اقترانات، ولما نحكي ثلاث اقترانات هون الرسم إجباري مش عراء يعني مش اختياري، اجباري الرسم. هون الرسم اجباري. هذا انا بتوقع سؤال مقالي. وممكن معادلات تفاضلية، معادلات تفاضلية يكون السؤال اللي بعده هذا السؤال الاول. وممكن سؤال على طرق التكامل. سؤال على طرق التكامل، تعويض اجزاء كسور جزئية. هاي اسئلة ها بتيجي مقالية، ليش؟ لانه فيها شغل. فيها شغل. طبعا ممكن يكون سؤال فيه على خاصية الإضافة وجواته تعويض أو أجزاء، هاي الأسئلة اللي فيها شغل. أو ممكن يجي سؤال مقالي، ليش لا؟
فعشان هيك بدي اياكم تركزوا هاي الشغلات. المساحه الجزء الثالث ثلاث اقتراحات طبعا انا حال كثير مسائل، ادخلوا على منصه ابواب تدخلوا بتشوفوا كثير وبعدين نفسر وحكي لكم كيف ترسموا وكيف تبلشوا بالرسمه وشوي شوي ونقاط التقاطع وتعملوا الحدود التقاطع ليش عشان نشوف الرسمه هون اختلفت هنا الفوق اختلف مع اللي تحت، هذا لازم كله تاخذه بعين الاعتبار. طيب يا جماعه طيب بس خلصت، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. ويعني ما شاء الله عليك أستاذ، بس حاب أذكر أنه موجود على منصة أبواب هلأ داخلين على موضوع اسمه الامتحان لعبتي. أي امتحانات لعبتك. خليني أحكي صوتي أحلى من صوتي. بقولك امتحان لعبتي. أوكي. الله يعوضك. تقدروا تدخلوا على المنصة، تدخلوا على الامتحان، تحلوا الأسئلة، راح يكون تيست زيه زي الامتحان، زي الامتحان لما الوزارة. على امتحان الوزارة. يعني الامتحانات لعبتك عاملين ابواب زي فقرة اسمها امتحانات لعبتك او مش فقرة في الموقع، بتدخلوا الامتحان راح تدخل عليه زيه زي امتحان الوزارة، يعني اي حدا بده يختبر نقاط قوته ونقاط ضعفه كيف امتحان درسك نفس الشيء، بتدخلوا بتشوفوا زي امتحان الوزارة، حلو انكم تشوفوا علامتكم، بعدين راح تطلع على العلامة مباشرة اول ما تخلصوا، تعملوا على طول كبسة انه خلصت الامتحان مباشرة بتشوف علامتك. وايش ازيدكم من الشعر بيت، حتى لبعد ما تشوف علامتك بترجع بتشوف الاسئله الغلط وشو كمان، وبتكبس على السؤال الغلط بيطلع لك كيف نحل السؤال وكيف طريقته عشان يكون سؤال صح. كله هذا رح تشوفوه على المنصه تمام. استاذ بس بدي اسالك سؤال، انس بساله استاذ بيحكوا انهم رح يغيروا المنهاج عشان هيك ما بلش دراسه. اي من هذا ترى انا الصف التاسع كانه راح يغيروا المنهاج. انا اللي هسه 2005 اللي دفعه 2005 هذول راح يكون منهاجهم جديد. رغب بشهر قاعد على الكرسي ولابس ابيض. لا والله هذا سائد اللي قاعد على الكرسي ولابس ابيض، انا متخبي ورا الشاشه. يعطيكم العافية، ضل إشي عندك أستاذ؟ أستاذ ما ضلش عندي، بس بدي أقولهم جملتي الشهيرة، يعني مش حلو أنا أختم اللايف ودون ما أحكي الجملة الشهيرة، شو هي؟ استنوا الجملة الشهيرة مع الأستاذ وأنا بحكي لكم. الله يوفقكم جميعا وبننتظركم بكرة بنفس موعد اليوم مع الأستاذ أحمد خليل. بكرة القطوع المخروطية لا تنزلوا. للقطوع المخروطية بإذن الله. أحكي لهم؟ يلا أحكي. خلينا نسكر. خليلي معكم لا خوف عليكم. سلام.